بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية طبعا أنا بحب أتقدم بالشكر لسيادة اللواء إسماعيل الجرجاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، وشكر خاص لسيادة العميد عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة على إتاحة الفرصة ليا إن أنا أكون مع نخبة من الدكاترة بنحاول نوصل يعني ما هو جديد عن إصابات الملاعب، ونحاول نفيد الجميع، ودايما يبقى الاتحاد العربي دايما بيحاول دايما ان هو يطور المهنة ويحاول يخلي الاتحادات مرتبطة ببعض ويحصل تواصل خبرات ما بين الناس، وربنا يكرم ان شاء الله ونتقابل في مرات اخرى ان شاء الله، ونحاول نفيد الناس باكتر بموضوعات اكتر، ونفضل على الاتصال دائم ان شاء الله. طيب انا موضوع النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اصابات العضليه الماسل انجريز. الاول حابب اعرفكم بنفسي، انا دكتور وليد عبد الوهاب مرعي، انا حاصل على دكتوراه مهنيه في اصابات الملاعب من جامعه القاهره، وخريج كليه علاج طبيعي جامعه القاهره، وانا ماسك القطاع الطبي، رئيس القطاع الطبي في كره السله في نادي طلائع الجيش، واخصائي علاج طبيعي منتخب مصر كره السله الناشئين. حابب بقى نبدأ على طول كده إن شاء الله الماسل انجريز والإصابات العضلية، ونبدأ نتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله. أول حاجة، لفظ الماسل انجريز أو الإصابات العضلية ده لفظ كبير بيطلق على أي إصابة بتحصل للعضلة أيا كان سببها إيه. هو دايما ده الاسم الكبير بتندرج تحتيه إصابات كتير جدا. دايما الاصابات العضليه من الاصابات اللي بتقابلنا كتير في الملاعب، ودايما بتحصل للرياضيين وغير الرياضيين، لان العضله هي اساس الحركه في الجسم، هي اللي بتبدا تحرك المفاصل، فهي دايما عرضه للاصابات، فدايما بنلاقيها في اصابات في الملاعب اكتر مع الرياضيين نتيجه للاحمال اللي واقعه زياده على اللعيبه. تمام. حددوا نسبة الإصابات اللي بتحصل من جملة الإصابات اللي بتحصل للعيبة، لقوها إنها بتوصل من 30 ل 50%. ده حجم كمية الإصابات العضلية اللي بتحصل للعيبة. طبعا رقم زي ده هو مش صغير، ده رقم كبير جدا. لما يجي لك 10 عيانين منهم 5 عندهم مشاكل عضلية، من 3 ل 5 ده رقم كبير جدا طبعا. فعلشان كده دايما العالم كله او المجال الطبي في العالم كله دايما كل يوم في ابحاث بالنسبه لموضوع الاصابات العضليه زيها زي الاصابات التانية، بس دي علشان واخده حيز كبير في البرسنتج بتاعت الاصابات. علشان كده دايما كل شويه بنلاقي جديد، ومعتقدات قديمه كانت الناس بتشتغل بيها بدات تتغير. علشان كده ممكن نلاقي واحنا في الشرح كده حاجات ممكن تكون مختلفه شويه عن زمان، واللي بيحكمنا في كده البحث العلمي هو دايما الاساس في اخذ القرار. كان الاعتماد زمان على الخبره والتجربه، بس دلوقتي طبعا مع تطور الطب بدات الابحاث الجديده تظهر كتير، ده يخلي القرار الافيد للعيب والاسرع والاكثر صحه للعيب دايما هو اللي بيتاخد. ما بقى يعني بقى ده الاعتماد دلوقتي في العلاج. فعلشان كده كانت محاولة طبعا من الاتحاد العربي ان هو ان احنا نفضل في تواصل على طول، نحاول نوصل لكم البحث العلمي واصل لايه دلوقتي، ونحاول نشوف ايه الجديد في العلاج. تمام. طيب دايما العضلات زي ما قلت انها دايما اكتر حاجة بيحصل لها، في جزء من العضلات بيحصل له دايما الاصابات المتكررة، ودايما في عضلات مشهورة يحصل فيها المشاكل دي. تمام. ايه دايما العضلات اللي بيحصل لها المشاكل دي؟ طبعا كلنا عارفين ان هتلاقي العضلات الخلفيه من اوائل العضلات، والعضله الاماميه، والجزء الداخلي او العضله السمانه بشكل عام دايما هو من العضلات اللي دايما بيحصل فيها تكرار للاصابات، نظرا لانها في الطرف السفلي للجسم، ودايما بتبقى شايله اللودز بتاع الجسم كله دايما. لعبتنا عشان لعبه جامبنج كمان، فدايما العضلات دي انفولفد على طول في الجامبنج اكتيفيتيز، فدايما دي من العضلات اللي بيحصل عليها المشاكل كتير. طيب المحاولات دايما في والابحاث الكتير اللي لها بتحصل علشان تعالج الاصابات العضليه، علشان دايما الاصابه لما بتتاخر ما بيكونش حاجه لطيفه للاعب، ممكن تدخله في اصابه مزمنه لا قدر الله، او يحتاج ان هو يدخل في تدخل جراحي، او يحصل لا قدر الله تكرار الإصابة في نفس الموضوع. فعلشان كده دايما بنحاول نهتم بموضوع الإصابات العضلية، ونهتم من داي زيرو، مش من داي وان، من داي زيرو، من أول ما تحصل الإصابة لحد تمام شفاء اللاعب ونزوله الملعب.
علشان كده لما بنبدأ نتبع ونمشي في الخطوات واحدة واحدة بنلاقي العيان يبدأ ينزل في ميعاده وما يحصلش تأخير أو يحصل مفاجآت في التأهيل، فبالتالي العيان ما يتأخرش ويضطر يخش في مشاكل ممكن تخليه يعني لا قدر الله انه يبطل او يحصل اصابات متكرره في نفس المكان. طيب اول حاجه عندنا علشان نصنف، علشان نعرف نتكلم عن الاصابات العضليه لازم لها تصنيف كبير، في تصنيفات اكتر من كده بس ده التصنيف العام، ده برود او جنرال كلاسيفيكيشن بيحصل للمصل انجريز. بنصنف الاصابات العضليه انها بتحصل هما حاجتين، حاجه اسمها اكيوت او حاجه اسمها كرونيك. الاكيوت ده دايما الحاجة اللي بتحصل وقتية، يعني ايه؟ الخبطة اللي بتحصل للعضلة، المزق اللي بيحصل للعضلة، دي اكيوت تروما. يعني ايه اكيوت تروما؟ علشان نوضح بس الاكيوت او تروماتيك الشق ده من التصنيف بتاع الاصابات الرياضية علشان نحط كرايتيريا نعرف نقسم عليها. الاكيوت دايما بيبقى فيه لينك واضح ما بين الاصابة وسبب الاصابة، ما بضطرش ان انا اعمل بحث كتير علشان اعرف ان المشكله دي بسبب دي، في بيبقى لينك واضح. ابسطهم الكدمه اللي بتحصل في العضله، اتخبط بركبه لعيب حصل وجع وحصل كدمه وزرقان، خلاص اللينك واضح، العيان بيجي يقول لك انا اتخبطت هنا امبارح، خلاص في لينك واضح، فدي بنسميها اكيوت. طب ايه هي الكرونيك؟ الكرونيك دايما هي الاصابه اللي بتحصل نتيجه تكرار اشياء صغيره على مدار فترة وتبدأ تظهر لي مشاكل، يعني ما بيكونش فيه لينك واضح بين حاجة عملها اللعيب والإصابة. تيجي اللعيب يجي من نوير كده يجي يقول لك أنا حاسس بضعف الخلفية، طب أنت جريت طق اتشدت منك ولا أي حاجة؟ خالص، بعد ما ريح بعد ما خلص بدأ يظهر الوجع. كان في فاكتورز كتير مأثرة قبل كده مخلية إن التصنيف ده ما يبقاش أكيوت، إن كان في فاكتورز كتير أهملت واللعيب ما خدش باله منها او المدرب، فبالتالي حصل الاصابة المزمنة. طيب الاصابات العضلية ما هياش مزق بس، هي ليها حاجات كتير بتصنف تحت بعض، يعني ليهم كذا نوع، فعلشان كده لازم كنت اقول لكم. طيب طبعا التايبس بتاعت الماسل انجرز بتبقى عاملة ازاي. اول حاجة اللاسيريشن، خلاص انا هتكلم عن كل واحده بالتفصيل بس انا هذكر لكم الانواع بتاعه الاصابات العضليه. فاول حاجه اللاسيريشن، تاني حاجه اسمها الكونتيوجن، الكونتيوجن دي اللي هي الكدمات بتاعه العضلات، الكرامبس الشد اللي بيحصل للعضله، كرامبس او سبازم. حاجه اسمها، وبعد كده في حاجه اسمها السورنس اللي هو الدومز الديلايد اونست ماسل سورنس، بعد كده الاسترين اللي هو المزق. ادي خمس حاجات، وسادس حاجه بس مش موضوعنا النهارده، حاجه اسمها ديجنريتيف ديزيز، في حاجة زي الماسكولار ديستروفي، ده بيحصل ميوتيشن أو اختلال في الكروموسومات بتاعة بناء البروتين بتاعة العضلات، فتبدأ تعمل لي مرض شهير جدا اسمه ماسكولار ديستروفي، وده بيبقى موجود من البداية، ويعني ربنا يشفي الجميع ويمنع وما يحصلش عند أي حد. المرض ده ساعات بيوصل بيه الحال انه يبدأ يعمل شلل تام في الدايفرام الحجاب الحاجز وعضلات التنفس، والعين ده ساعات بيحتاج ان هو يخش الاي سي يو عشان يتحط على تنفس صناعي، فهو مش موضوعنا النهارده، ده بتبقى اكتر حاجه سيستماتيك ومش موضوع النهارده. فاحنا هنتكلم عن اول خمس حاجات، وهنبدأ نتكلم عن اول حاجه اللي هو اللاسيريشن. ايه هو اللاسيريشن؟ اللاسيريشن بالعربي كده اللي هو القطع اللي بيحصل في العضله، بس مش القطع الجراحي، القطع نتيجة حادثة. ايه اللي بيحصل؟ انه بيحصل كونتاكت بالعضلة، انه بيحصل خبطة، فبالتالي ان الجلد والطبقة الدهنية اللي تحت الجلد والعضلة بيتقطعوا، فده بيسموه اللاسيريشن. زي الصورة كده ما احنا شايفين ان الجلد الاول اهو مقطوع والفايتس اللي هي الطبقة الدهنية اللي تحت الجلد واخر حاجة العضلة مقطوعة، فبالتالي اللاسيريشن قليل حدوثها قوي في الرياضه، هي دايما موجوده في الكونتاكت سبورت، اي رياضه فيها احتكاكات زي منهم الباسكت بول، بس دايما بتبقى محتاجه هارد انسترومنت، حاجه اله حاده علشان يبدا يعمل القطع بالشكل ده، بتبقى موجوده ساعات بس يعني رير، قليله الحدوث. فعلشان كده اللاسريشن دايما بنلاقيها اكتر في الحوادث، ودايما نلاقيها في العمال اللي شغالين في المصانع ان هو يحصل خبطه
فالآلة خبطته فتعور، فبدأ الجرح وصل لحد العضلة والعضلة اتهتكت أو اتقطعت. دي بتبقى محتاجة طبعا تدخل جراحي علشان يبدأ يوصل الألياف العضلية تاني ببعض، تمام؟ اللاسريشن. الكونتيوجن دي تاني حاجة هنتكلم عنها، هو موضوع بسيط بس فيهم موضوع لازم نتكلم عنه شوية باستفاضة، زيه زي المزق طبعا، علشان دي عضلة شهيرة جدا بيحصل فيها الكونتيوجن، فاحنا هنتكلم عنها هنطول فيها شوية قبل ما نخش على باقي الأجزاء. الكونتيوجن ده عبارة عن كومبريشن فورس، فورس قوة ضاغطة ضغطت على العضلة، ودايما بنلاقي المشكلة دي بتحصل في الكونتاكت سبورت. ميزتها عن اللاسريشن انها ما بتعديش الجلد، يعني هي يا دوبك بتضغط على العضلة او كدمة سريعة على العضلة وما بتعملش اي جروح، فده بيسموه الكونتيوجن. بعد كده دايما بتاخد البلاد فيسلز، الاوعيه الدمويه، لما بيحصل الخبطه، الخبطه بتحصل العضله، الاوعيه الدمويه القريبه للمكان ده بيحصل لها رابشر، انها بتفرقع او تحصل لها تهتك، فبالتالي هو ده كان تفسير ان هو وجود النسف. فالنسف ده ممكن يكون سوبرفيشال او ديب، يعني سوبرفيشال ان هو يكون سطحي، ان هو ما يكونش وصل للانسجه العميقه، او يبقى ديب وبالتالي بيكون معاه طبعا تجمع دموي وبيحصل نزيف داخل العضله، بس مش نزيف كبير، بيبقى نزيف على قد الكونتيوجن نفسها. طبعا طالما حصل كدمه هيحصل هيلينج، التئام. الالتئام ده ليه عوامل بتاثر عليه، هل هو سريع ولا بطيء، بناء على حاجتين: كميه الانسجه اللي حصل لها تهتك، وكميه النزف الداخلي اللي حصل داخل العضله. كل ما كانوا كبار كل ما بيتاخر الريكفري او اعاده الاستشفاء من الكادمة نفسها، وكل ما كان حجم الأنسجة اللي اتهتكت قليل ونسبة البليدنج أو النزف قليلة، كل ما كان الهيلينج بيبقى أسرع. وده بيبقى شكلها بيبقى فيه زرقان كده، ده نتيجة الإيكوموزيس، وزي ما اتفقنا إن هو نتيجة تهتك في الأوعية الدموية الملاصقة للكادمة. طيب ايه اللي بيحصل؟ زي ما اتفقنا ان هو بيحصل كادمة جامدة جدا، ومن العضلات الشهيرة اللي بيحصل لها كونتيوجن الكوادريسبس كونتيوجن، اللي هي العضلة الرباعية الأمامية. العضلة دي دايما أكتر جزئين، اللي هو الجزء الأمامي اللي بيسموه الأنترولاترال أو الميديال سايد، لأن هو ده دايما الجزء المواجه للعيب المنافس، فدايما لما بيجي يدخل على الباسكت يحصل الاحتكاك دايما في العضلة الأمامية، سواء بالركبة أو أي كونتيوجن بتحصل، دايما العضلة الأمامية عرضة أكتر في الباسكت بول إنها بيحصل لها الكدمات. طيب في التشخيص دايما لما بتحصل الكونتيوجن هنخش لها ليتر اون بالتفصيل، بس يعني ذكرت في الباراجراف ان هو انه احنا بنعمل الكشف بتلاقي طبعا سويلنج رشح او ورم، وبيبقى بتبقى لما تيجي تضغط على مكان الكدمه بتبقى بتوجع. اللفظ تندرنس معناها كده ان انا لما بضغط على العضله نفسها بتبقى مؤلمه على الجزء اللي حصل له الكدمه، طبعا بيبقى الوجع جامد. ولو الوجع جامد وانا بعمل باسيف ستريتش وانا بعمل اطاله للعضله اللي حصل لها، يعني العضله الاماميه لما اجي اعمل لها اطاله العيان ينام على وشه وابدا اتني ركبته والاقي وجع رهيب في الاستريتش، ولما يجي يعمل كونتراكشن يخلي العضله تنقبض الاقي فيه وجع، ده معناه ان هو الكدمه شديده شويه في العضله، ويكون ده دلاله ان هو فيه رشح او تجمع دموي موجود في العضله. طبعا ده بيبقى بياخد وقت شوية في العلاج، يعني لما مش كل طبعا كدمة بتريح لعيب ولا كل كدمة بتعيده كتير، بس هي شوية فاكتورز وشوية حاجات بتبص عليها وجريدنج سيستم بنبص عليه، هل العين ده رايح، هل هو يكمل، بناء على اللي هنشرحه بعد كده. طيب ليه اخترت الكوادريسبس كونتيوجن هي اتكلم عنها في الكدمات بتاعت العضلة؟ لان تأخير علاجها او علاجها بشكل خاطئ ممكن يعمل مشكلتين من اعنف المشاكل اللي ممكن تحصل. اول مشكله اسمها كومبارتمنت سندروم. الكومبارتمنت سندروم ده عباء اللي هو بيحصل ازدياد للضغط اللي موجود في العضله. العضله نفسها ربنا خلقها وهي موجوده فوق العظمه في غشاء بيحيط الالياف العضليه ببعض علشان العضله تبقى متماسكه. لما بيحصل الكونتيوجن او يحصل الكدمه، اللي بيحصل انه بيحصل نزف داخلي، فبالتالي بيزيد الضغط جوه الغشاء اللي لمم العضله ده، فده يخلي الاوعيه الدمويه اللي ماشيه في خلال العضلات تتضغط، فيقلل الدوره الدمويه
على ما هو بعديه او ما الالياف اللي بعديها، فبالتالي بيقلل الدم ويقلل الاكسجين، وتبقى مشكله دايما موجوده وما بتتحلش لو فضلت مستمره وبتزيد وما تتحلش، لانها ممكن طبعا اي نسيج يقلله الدم او الاكسجين يحصل مشكله، تبدا الالياف دي تموت ويحصل مشاكل. فبالتالي دايما اخر حل في الكومبارتمنت سندروم لما بييأسوا في علاجه بيخش يعمل حاجه اسمها فاشيوتومي، الفاشيه الغشاء اللي بيلم العضلات ده بيبدأ يفتحه، بالبلدي بيفك الضغط عن العضلة شوية علشان يبدأ يحصل سرايان للدم بشكل مظبوط. تاني مشكلة ممكن تحصل من كونتيوجن نتيجة التأخير في العلاج أو العلاج بشكل غير مظبوط، حاجة اسمها مايساتس اوسيفيكانس، اللي هو بالعربي كده إن بتبدأ تحصل رتوش عظم في قلب العضلة، يبدأ النزيف ده يبدأ يحصل ترسب للكالسيوم في النزيف طالما فضل موجود بيترسب، ويبدأ يكون زي كأن في عظم في قلب العضلة. طبعا عظم في قلب العضلة ده حاجة فيسيولوجيكال مش موجودة، فبالتالي ده بيبقى مؤلم جدا ويعمل التهابات متكررة ويخلي دايما العضلة ما مش عارفة توصل للمدى القوة الطبيعي بتاعها، ودايما العيان بتلاقيه بيشتكي. وحلها برضه ان هو بيخش يعمل عملية بالبلد اسمها تنظيف، بيشيل الرتوش العظم اللي موجودة دي. علشان كده دايما ان احنا بنهتم لازم نشخص العيان صح في الاول عشان نعالجه بطريقة صحيحة وياخد الوقت اللازم لعلاجه. طيب الماسل كونتيوجن زي ما قلنا ان هو من الحاجات في التصنيف الكبير، ده بيتحط في الاكيوت اللي هي التروماتيك، حاجة في سبب واضح الوجع اللي حصل في العضلة حصل نتيجة الكدمة، فعشان كده بنقول عليه ده اكيوت دايركت ماسل انجريز. دايما زي ما اتفقنا ان العضله الاماميه من العضلات اللي بيحصل لها الكونتيوجن بشكل كبير، وبالاخص عضله الريكتس فيموريس والعضله اللي تحتيها. الريكتس فيموريس دي زي ما عارفين العضله الرباعيه عباره عن 4 هيدز، حاجه اسمها الريكتس فيموريس اللي هي بتطلع من فوق من الحوض من فوق لحد الركبه، وتحتها عضله مشابهه ليها اسمها فاستس انترميديس، وفي يمين وشمال اللي هو الفص الخارجي والداخلي اللي هو الفاستس لاتراليس والفاستس ميدياليس. دايما الريكتس فيمورس والعضله اللي تحتها اكتر حاجه لان هي في نص الفخذ بالظبط، فدايما لما بتيجي الكدمه بتيجي عليها، ودول بيبقوا على العظم دايركت، علشان كده هم اكتر حاجه بيحصل لهم عرضه في الكدمات. طيب لما بيحصل الكدمه بيحصل نزيف، ونزيف لوكال يعني على قد الكونتيوجن، ده بيزود حاجتين، بيزود الضغط جوه العضله، وبالتالي لما الضغط يزيد فالدم يقل الاكسجين يقل، بيزود حجم الانسجه اللي بيحصل لها تهتك او بتموت. فبالتالي النزيف ده ليه تصنيفين، حاجه اسمها انترا ماسكولار او انتر ماسكولار، هما الاسمين متشابهين بس في اختلاف ما بينهم. الانترا ماسكولار زي ما اتفقنا ان العضله الرباعيه اربع عضلات مع بعض، تمام. الانترا ماسكولار لما اجي اخبط الريكتس فيمرس ويحصل نزيف داخلي في قلب العضله ده اسمه انترا ماسكولار، انما الانتر ماسكولار انه يحصل نسف ما بين العضلات، يعني ما بين الريكتس فيمورس والفاسس لاتراليس، في نسف يكون ما بينهم، ده اسمه انتر ماسكولار. دايما الانترا ماسكولار النزيف اللي بيحصل انترا ماسكولار زي ما اتفقنا في قلب العضله نفسها ده بيبقى مؤلم اكتر من التاني، تمام. اهو الانترا ماسكولار هيماتوما از مور بينفول اند ريستريكتيف، وبيقلل المدى الحركي بتاع المفصل اللي العضله بتحركه عن الانترماسكولار هيماتوما. طيب العيان هيجيلك شكله عامل ازاي؟ الدكتور اللي بيكون مع الفرقه بيبقى شاف الكوز في التمرين او في الماتش، ومتوقع ان الاعراض اللي هتظهر للعيان دي نتيجه الكونتيوجن. طب لو جاي لك العياده العيان هيجيلك البرزنتيشن بتاعه، او هيجيلك هتتوقع هيشتكي لك هيقول لك ايه؟ لما بتحصل الكدمه للعضله الاماميه في البداية بتكون الأعراض خفيفة، في أول 24 من في أول 12 ساعة أو 24 ساعة بيكون الأعراض خفيفة، بعد العدد الساعات ده بتبدأ بقى النسف يبدأ يتكون ويبدأ يبقى له شكل، فبالتالي يبدأ يعمل الوجع والورم اللي بيحصل وتيبس العضلة اللي بيحصل، وبالتالي الفانكشن أو الوظيفة بتاعة العضلة بتبدأ تتأثر. فعلشان كده هتلاقي العيان لو جاي لك العيادة بعد الخبطة بيوم هيجي لك موجوع، لو هو معاك في الملعب هتلاقيه مش موجوع او وجع الكدمة او الخضة بتاعت الكدمة نفسها، والاعراض لسه مش هتبدأ تظهر جامد، وخصوصا لو الكدمة جامدة غير بعدها ب 12 ساعة او 24 ساعة، وده راجع ان يكون النسف بدأ يتكون وبدأ ياخد حيز كبير فيبدأ يعمل الوجع ويبدأ يعمل التيبس اللي بيحصل في العضل. طيب
زي ما اتفقنا ان هو ان النزف اللي بيحصل يا اما بيحصل لو الكدمه كبيره على حسب الاريا او المساحه اللي اتخذت فيها الكدمه. ممكن لو المكان صغير يعمل لوكال اديمه صغيره، نزف بسيط او ورم بسيط او حاجه، ده اللي هو السيركمسكرايبد او اللوكالايزد، او يعمل ديفيوز على حسب. لو الحجم كبير ده بيبقى ديفيوز، بتلاقي الناس واخد مساحه كبيره في العضله، ده طبعا بيضغط على الالياف العضليه ويعمل الوجع ويقلل الحركه اللي العضله بتعملها. في معلومه كلينيكالي شويه دون الدخول في تفاصيلها قوي لانها تفاصيل طبيه بحته قوي، ان عيان اللي بيبقى عنده كونتيوجن ممكن يعرف يكمل بعد ما الكونتيوجن تحصل، ياخد الكدمه ممكن يعرف يكمل. والسبب في كده ان في الاول ما بيحصلش تيشو دامج كبير، يعني الكدمه نفسها الالياف العضليه ستيل بتبقى ستيل سليمه، جزء صغير اللي حصل له تهتك بسيط، فبالتالي العيان بيعرف يكمل. على عكس المزق، المزق بيحصل تهتك في الالياف بشكل كبير، فبالتالي العيان بيقف ما يقدرش يكمل بعديه. ليه؟ لان العضله نفسها اتاثرت. انما الكونتيوجن علشان تبدا تدي الاعراض بيكون لازم تديها وقت تايم شويه علشان النزيف يكبر ويبدا يضغط على العضلات، فالدم يقل والاكسجين يقل، فتبدا الالياف يحصل لها زي تهتك وتبدا تموت. فعشان كده ده تفسير ان عيان الكدمه بيقدر يكمل وعيان المزق ما بيقدرش يكمل. طيب في تصنيف برضو، اي حاجه بيبقى لها تصنيف علشان اعرف احدد ده بسيط قليل ما بتتقالش كده، لازم في حاجه بتحجمها، في كلاسيفيكيشن. والكلاسيفيكيشن دي ببداها من بعد 12 ل 24 ساعه زي ما اتفقنا، على ما بتبدا الاعراض تكتمل. بتتصنف حاجه اسمها مايلد وموديريت وسيفير، ان هو بيكون قليل او متوسط، يعني ضعيف متوسط قوي. بحددها ازاي؟ بحددها بالمدى الحركي بتاع الركبه اللي اقل منه، يعني البداية بخلي العيان ينام على وشه وابدأ اخد ركبته واتنيها، اخد ركبته واتنيها بالشكل ده. تحديد الدرجة بتاعة التاني هو اللي بيحدد لي حجم الاصابة دي قد ايه، يعني لو انا تنيت الركبة بالشكل ده والتانيت اكتر من 90، ده معناه ان هو مايلد ضعيف، ان الحجم الكدمة مش كبير. طيب لو انا تنيت وبدأ يلمت معايا من 45 درجة ل 90، ده بيبقى مودريت يعني متوسط. الأجمد طبعا إن أنا ما أقدرش أتني أكتر من 45 درجة، هو ده التصنيف بتاعها، التصنيف بالحركة بالمفصل. العيان بينام على وشه وببدأ أتني ركبته في وضع الفليكشن، بتني ركبته بالشكل ده. لو قدرت أتني أكتر من 90 ده بيسموه المايلد كونتيوجن، لو ما قدرتش اتني اكتر من 90 بس قدرت اتني اكبر من 45 درجة، اشتغل من 45 ل 90، هو ده الرينج اللي اشتغل فيه، يبقى هو ده مودريت متوسط. اخر حاجة ان انا ما اقدرش اتني اكتر من 45 درجة وده سيفير. ده جدول بنفس التصنيف اللي انا قلته. المايلد زي ما قلنا الاكتيف ني فليكشن وهو نايم بيتني، العيان لو قدر يتني اكتر من 90 ده بيبقى مايلد. في ماشي العيان ده في مشيته بيبقى نورمال، ما بيبقاش فيه زكه، بيبقى العيان نورمالي ماشي كويس. كميه الاوعيه الدمويه اللي حصل لها نزف بتبقى قليل جدا، او ما تبقاش اوعيه دمويه رئيسيه يعني، فبالتالي بتبقى صغيره. يحصل ممكن يحصل زرقان خفيف طبعا علشان النزف الصغير اللي بيحصل. العيان ممكن بيتمرن ويبدا يحس بالتعب لما يعمل كولينج داون او تاني يوم. طبعا المكان اللي فيه الكدمه لما بتبدا تلمسه او تضغط عليه بايديك بيبقى تندر للتاتش، بيبقى لما بلمسه بيوجع. تمام، اقدر اعمل استريتش عادي للعضله، بس بيبقى في عدم اريحيه في الاستريتش في اخر مدى ليها. تمام، والقوه العضليه بتاعه العضله ما بتتاثرش في الكونتيوجن المايل. الافريج لوس اوف اكتيفيتي ان هو ما يقدرش يكمل 6 ايام، بس يعني ممكن اقل من كده، هو علشان كده مكتوب كلمه افريج، ان هي ممكن العيان ياخد يوم يومين او ممكن ياخد يوصل لحد 6 ايام، بس هو ما بيوصلش اكتر من كده. طيب المودريت زي ما اتفقنا ان العيان ما بيقدرش يتني اكتر من 90، بس يقدر يتني اكتر من 45 وصولا الى درجة ال90. تمام، طبعا العيان ده مشيته بتبقى انتالجيك، انتالجيك دي يعني بيزك، في مصدر للوجع طبعا في العضلة الامامية، فبتخليه ان هو ايه يزك، بس الزكة مش جامدة قوي، وبرده مش لدرجة ان ما يكونش فيه زك.
تمام. طبعا كميه الاوعيه الدمويه اللي بتبقى حصل لها رابشر بتبقى اكبر، اللي بيحصل لها تهتك، فبالتالي بيحصل ورم طبعا، وبيبقى فيه وجع، وبيبقى فيه وجع مع الضغط، وحجم الورم بيبقى اكبر شويه، وحجم الزرقان يبقى اكبر شويه، نتيجه متناسب مع حجم الاوعيه الدمويه اللي حصل لها تهتك. طبعا الافريج لوس اوف اكتيفيتي ممكن تاخد 50 يوم، ده انا بكلمكم على الماكسيمم. ممكن طبعا مع العلاج ان هو بياخد وقت اقل من كده، بس انا عايز اقولك ان هو ممكن توصل معاك لحد 50 يوم او 56 يوم، اللي هو بتتكلم في 6 اسابيع، اللي هو العيان 3 اسابيع وعلى ما يبدا ياخد الريهابليتيشن او التاهيل بتاعه ممكن يوصل للرقم ده. طيب السيفير طبعا زي ما اتفقنا ان هو ما بيتنيش اكتر من 45 درجه، فبالتالي العيان ده مش عارف يمشي، مش بيزك، لا هو الزكه عنده عاليه جدا لدرجه انه مش عارف يمشي، بيبقى عامل زي المشلول. طبعا لو الكدمه جامده جدا الاعراض بتبدا تظهر عليا بدري قوي جدا، بيحصل ورم شديد ونزف طبعا، والنزف ده بيصاحبه زرقان جامد، العيان ما بيقدرش يمشي غير بمساعده كراتشز، لازم يمشي بعكه زين علشان ما بيقدرش يحمل على العضله او على رجليه، وطبعا بيكون في وجع تريبل طبعا وتندرنس مع، وطبعا الكدمه اللي زي دي بيصاحبها تهتك في الالياف العضليه كبير، فبالتالي عشان كده العيان ممكن يوصل لحد اكتر من 60 يوم يقعد بيها. طيب تشخيصها ليه 6 حاجات دول، الفيزيكال اكزامينيشن، العيان جالي، وانس ان العيان بيجي لي ببدا اشوف ال احدد الحاجات دي، لازم العيان بيتكشف عليه واحدد حاجه حاجه. اول ما العيان بيجي لي وبسمعت الهيستوري تيكنج طبعا، ان انا خدت التاريخ المرضي بتاع العيان وايه الشيف كومبلين وايه اللي حصل بريزنت هيستوري وايه اللي حصل علشان تجي لي. طيب اول حاجه بعملها بعد ما العيان بينام، العضله الاماميه بينام لونج سيتنج او بينام سوباين، ان هو بيبقى نايم نص نومه، بيبقى ظهره مسنود على حاجه او بينام خالص ويريح، ابدا اول حاجه ابص عليها كومبير، ابص على العضلتين، ما ينفعش ابص على جزء واحد لوحده، لازم ببص باي لاترال الناحيتين علشان اكمبير اشوف حجم، هل حجم العضله هنا زي هنا، هل في زرقان هنا ولا ما فيش، لازم سايد اقدر اقارن بيه. بعد كده بعمل حاجه اسمها بالبيشن. ايه البالبيشن ده؟ البالبيشن ان انا ببدا اضغط على العضله علشان ابدا احدد الاريا اللي فيها الوجع والاريا اللي فيها الكونتيوجن. مع الاريا اللي فيها الوجع معنى كده ان المكان الكونتيوجن كان في الحته دي، ببدا اعملها بشكل سيستماتيك شويه، لو خصوصا لو مفيش زرقان واضح او الوجع جامد ببدا اخدها من لاترال تو ميديال، يعني اخد العضله من بره وابدا اضغط عليها بشكل طولي على العضله كلها لحد ما احدد مكان التندرنس، الماكسيمم تندرنس اللي هو اكتر مكان فيه وجع. ولما بحدد علشان وانا بايد او وانا بكتب برايت داون التشخيص، بحدد هي انهو تلت في العضله، هل هي في البروكسيمال ثيرد ولا ميدل ثيرد ولا الديستال ثيرد، يعني التلت الفوقاني ولا الوسطاني ولا التلت التحتاني للعضله، علشان تبقى عارف في العلاج في الفولو اب تبقى كانت الكدمه فين وتتابع العيان بشكل مظبوط. ده البالبيشن. تاني حاجه هنخش لها حاجه اسمها الماسل فيرمنس تيست، ده تيست ليه علاقه بالتون بتاع العضله. يعني ايه؟ العضلة في الشكل الطبيعي لما بتضغط عليها بتبقى شكلها عامل زي الأستك، لما بضغط عليها في مقاومة بسيطة، ده نتيجة التون، العضلة بتبقى واخدة إشارة عصبية دايمة تخلي العضلة واخدة شكل معين، الشكل اللي احنا بنشوفه بتاع الإنسان، العضلة الأمامية ليها شكل، الشكل ده مش عشان العضلة موجودة، لا عشان وصل لها إشارات عصبية محافظة على الشكل ده. ففي الكدمة احنا بنستخدم التست ده علشان اعرف حجم التيبس اللي حصل في العضلة، ده بيبقى عبارة عن سكيل من 11 بوينت من ماينس 5 لحد بوزيتيف 5 وفي النص بيبقى الزيرو. يعني لما يكون قدامي انسان طبيعي ما حصلوش اي كونتيوجن واجي اضغط على العضلة يمين وشمال الاقيهم زي بعض، بدي العضلة اللي انا كنت شاكك فيها بوينت زيرو، زيرو ده معناه ان وانا بضغط المقاومة اللي هنا زي اللي هنا، فالزيرو دي بتقول لي ان هما الاتنين زي بعض. طيب ماينس 5 ودي مش في الكونتيوجن طبعا، اللي هو في حالات الهايبوتونيا يكون التون العضله قليل فبالتالي المقاومه قليله، فلما اجي اضغط الاقي العضله سوفت جدا فده اديله رينج الماينس. طيب لو العضله فيرم بقى اجي اضغط الاقي حاجه خابطه في ايدي ومش ما فيهاش ريباوند تيست، ان انا بضغط فلاقي ايدي بتترد تاني نتيجه العضله
كل ما كانت ناشف كل ما بدي ما فوق الزيرو، بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5، تمام؟ فده بيكمبير وبيحدد لي حجم الاستيفنس اللي حصل في العضله. تالت حاجه السيركمفيرنس ميجر، ده بعرف الجيرس ميجرمنت الراوند ميجرمنت بتاع الساي، اقدر احدد حجم السويلنج بان انا اعرف حجم العضله هنا يمين وشمال عاملين ازاي. ان انا باخد مقياس من 3 اماكن، باخد من فوق الصابونه بالظبط وبلف مازوره مقياس وبحدد الحجم قد ايه وبقربه لاقرب ملي متر، تمام؟ ببدا اخد من على حاجه اسمها السوبرا باتيلر بوردر اللي هو الحد الفوقاني لعضله الردف او الصابونه، تمام؟ بعد كده باخد على بعد 10 سنتي وعلى بعد 20 سنتي، وبعمل نفس الكلام ده على الرجل التانية وبأيد السايز اللي انا قست بيه. لو الفرق واضح ده بيحدد لي حجم النزيف او حجم الورم اللي حصل. مع العلاج لو عايز اعرف العيان بيتحسن ولا لا لازم يبقى معايا اوبجكتيف ميجر، حاجة اقدر اقيس بيها قبل العلاج وبعد العلاج. فلما اقيس والاقي الحجم بيقل معنى كده ان الورم بيقل والتجمع الدموي اللي موجود بيبدأ يقل، تمام؟ ده السيركمفيرنس. رابع حاجة الباسيف ني رينج اوف موشن تيستنج، ده اللي هو شرحناه اللي هو مع التاني، بخلي العين ينام على وشه وبطن ركبته، ده بحدد فيه مقدار الرينج اوف موشن المدى الحركي اللي حصل له فقد نتيجة الكونتيوجن، وده بحدد بيه طبعا زي ما اتفقنا الجريدز مايلد او مودريت او سيفير بالتيست ده. خامس حاجة حاجة اسمها براش سوايب اند تاب تيستنج، التيست ده مخصوص اكتر لما الكدمة بتاعت الامامية تبقى قريبة من مفصل الركبة، لان لما تبقى فوق الصابونة عظمة الصابونة بالظبط بيبدأ يحصل رشح لمفصل الركبة. فلازم لما يبقى في عندي كدمة في العضلة الامامية لازم اتشيك اشوف مفصل الركبة حصل فيه تورم ولا لا، عشان ده هيفرق معايا في العلاج. فالتيست ده لو الحجم الورم كبير بنعمله ان انا باجي ادي الصابونه من العيان بيبقى نايم والصابونه اهي، اجي من الجنب اللي جوه وبعمل حاجه اسمها بروشنج. البروشنج ان انا ببدا من الميديال سايد، تمام؟ الميديال سايد ان انا ببدا اضغط من هنا بعمل 3 ستروكس لفوق، تمام؟ واجي من الصابونه من الجنب التاني لتحت. لما بيكون الورم كبير بلاقي زي ويف بتاعت موجة البحر كده الاقيها تحت الجلد، معنى كده ان الورم كبير. ده يعني هي بتبقى واضحة طبعا الركبة وارمة، بس لازم برضو بشوف الصابونة نفسها او عضلة الصابونة نفسها هل متأثرة نتيجة ان موجود في ورم في مفصل الركبة ولا لا. اخر حاجة طبعا اللي بحدد بيها مقدار القوة العضلية هو السترينث تيست، ان انا بعمل التيست العضلي المشهور بتاعنا ان انا بخلي العيان الاول يفرد ركبته او يرفع الفخذ، بس الاكتر هنفرد ركبته، فردها بديله مقاومه متوسطه، فردها بديله مقاومه ماكسيمم ريزيستنس، فردها يبقى كده ما حصلش فقد في القوه العضليه، تمام؟ طيب نخش في العلاج. العلاج بتاعها اهم حاجة وانا جايب دي مخصوص، انا جايب بتكلم عن الكوادريسيبس كونتيوجن اللي هي كدمة العضلة الرباعية الامامية، لان ليها سبيشال حاجة كده في الاكيوت فيز في الالتهاب الاولي بتاعها، لازم بعمل الحاجة دي علشان تقلل عليا وقت كبير قوي في العلاج وما يحصلش مشاكل بعد كده. العين ده لما ابدأ اشك ان هو عنده كونتيوجن خد كدمة في الامامية، اول حاجة طبعا احنا الرايس تكنيك اللي هو بنعمله ان هو بنعمل ايس ابليكيشن، بس لما اجي اعمل التلج في الفتره الاولانيه بتاعت ال 24 ساعه ان انا بعمل تلج باستمرار، يعني كل بعمل ربع ساعه وبعد 3 ساعات بعمل تلج تاني، لما اجي في اول 24 ساعه يفضل دايما ان انا اخلي الركبه في وضع تاني، اتني ركبتي بالشكل ده. لما اتنيها ده بيعمل ايه؟ بيقلل التيبس اللي بيحصل في العضله وقلل كميه الهيماتوما او التجمع الدموي اللي بيحصل في العضله. لما العضلة يبدأ تتجمع لو انا فارد وسبت العيان وحطيت له التلج وجيت تاني يوم هلاقي التيبس اكبر وحجم التجمع اكبر، انما لما بتني الركبة واعمل بيها التلج واحافظ على التاني ده بحاجتين، يا اما اخلي العيان يلبس ركبة اللي هي بدرجات واقفلها له عند 120 ويفضل محافظ لي على التاني، يا اما ببساطة جدا بعد التلج بربطه وبربط البنداج على ركبتي بالشكل ده، فخلي رجليا متنية بالشكل ده واحط التلج. ده بيفرق كتير جدا كلينيكالي بصراحة، بيقلل كمية التجمع الدموي اللي بيحصل
وبيقلل التيبس اللي بيحصل في العضلة، فبالتالي بتقلل عليك التايم اللي اللاعب بياخده بره الملعب او بره التدريب. طيب، من الحاجات اللي بنستخدمها في العلاج بعد الفترة الأولانية أول 24 ساعة عملنا الوضع ده، ببدأ أستخدم حاجة اسمها الكرايوكاينيتكس. الكرايوكاينيتكس ده عبارة عن ريفاليديشن تكنيك، تكنيك كده مبتكر للموضوع ده. إيه اللي بيحصل؟ إن أنا بعد ما بعمل، أنا في الفترة الأول طبعا بعمل تلج، بعد ما بعمل تلج وابدأ أشتغل أكتيف إكسرسايز، أخلي اللعيب يفرد ويتني ركبته في حدود الوجع، وانس ان التلج والحركة دي بتقلل الوجع، وانس ان الوجع بيبدأ يقل، ابدأ ادخل العيان في ستريتش، ابدأ اعمل له باسيف ستريتش عشان احافظ على الالونجيشن بتاع العضلة نفسها وازود المدى الحركي. فده نوع من انواع الحاجات اللي احنا بنستخدمها اسمه كرايوكاينيتكس. بعمل سوفت تيشو مساج، والمقصود بيه مش ان انا اعمل مساج للكدمة، اعمل مساج اراوند او البريفري بتاعت الكونتيوجن. ليه؟ لان المكان نفسه هو مش مستحمل مساج خالص، مش مستحمل وانفليمد ووارم وفي تجمع دموي، فانا ما بعملش في الاكيوت فيز اي مساج عليه. انا بعمل مساج حاجه اسمها بريفري اوف كونتيوجن، حوالين الكونتيوجن، بساعد الليمفاتيك درينج اللي هو السائل الليمفاوي اللي بيبدا يصرف الورم والتجمع الدموي ده، ببدا اعمل مساج علشان يبدا يصرف لي الحاجات دي بشكل كويس ومظبوط. طبعا تالت حاجة اقدر استخدمها الالكتروثيرابي بانواعه. طبعا من الحاجات اللي هو الافيدنس بيزد اكتر الليزر، علشان يبرموت الهيلينج، يساعد في سرعة الالتئام. ممكن استخدم الالكترو، هو طبعا الحاجات دي ليها لو ايفيدنس، او بعد الابحاث لقوا ان هو تأثيرها مش جامد قوي، بس بنستخدمها علشان نقلل الوجع. ممكن استخدم التنس او الانترفرنشال، ممكن استخدم الالترا ساوند برضو علشان هو انتي انفلاماتوري بالميكانيكال فايبريشن اللي هو الاهتزاز اللي بيحصل جوه الالياف العضليه او جوه الخلايا اللي موجوده، فده بيبقى انتي انفلاماتوري وبيصرف الورم اللي موجود. استخدمنا الليزر، استخدمنا الالترا ساوند، وممكن تستخدم الالكترو. طبعا في اجهزه جديده طبعا زي الجيم ريدي اللي هو بيبقى عباره عن ايس ابلكيشن وكمبريشن، انترميتنت كومبريشن، ان العيان بلبسه سليف ويبدا في دوره تلج ماشيه في قلب السليف ده، ويبدا يعمل انترميتنت كومبريشن اللي هو زي البامبنج اكشن، يضغط ويريح مع وجود التلج، يحاول طبعا يقلل طبعا كمية الرشح اللي بتحصل في قلب العضلة نتيجة الكدمة. طبعا بعد 24 ساعة زي ما اتفقنا، ما يحبس دايما العيان يفضل مريح فترة طويلة، وهنتكلم عنها باستفاضة في الإصابات اللي هي المزق أكتر. دايما بعد أول 24 ساعة بشجع العيان دايما إن أنا أخليه يشيل الراب أو البنداج أو رباط الضاغط، ويبدأ يتحرك في المدى الحركي اللي مفهوش وجع. الحركة دي بتقلل تأخير ان هو يحصل ضعف في العضلة، وسريان الدم في الجزء ده يبدأ يخلي الورم يقل بشكل ملحوظ، وتساعد ان التهتك الأنسجة اللي حصل يلم بشكل مظبوط. وانس ان ببدأ اشتغل الحاجات دي من بدري، بقدر اشتغل مع العيان البرنامج التأهيلي بتاعه من بدري، فابدا اخش بعد كده في الاسترتشنج بشكل اطول شويه، وابدا ادخل العضله في شكل ان انا ابدا اقويها بشكل ايزومتريك، ونبدا نخش في الايزوتونيك تريننج. امتى ببدا اخلي العيان يشتغل تاهيل الملعب بتاعه؟ لما بيبقى المدى الحركي بتاع الركبه يبقى زايد عن 120، يعني العيان لما ينام لقيته ما كانش بيتني لحد 90، مع العلاج اللي احنا عملناه، مع التقويات البسيطة اللي بدأ يشتغلها، مع كل وسائل العلاج اللي انا قلتها قبل كده، بدأ العيان يتني اكتر من 120، والمدى الحركي بقى كويس والاسترتشنج بقى كويس، ابدأ اخلي العيان ده يشتغل فانكشنال ريهابليتيشن، ان هو يبدأ بقى يشتغل التمارين التأهيلية اللي تخليه يبدأ ينزل ملعبه بشكل مظبوط. طيب كده احنا خلصنا ال كده خلصنا الكونتيوجن، واتكلمنا عن العضلة الأمامية بشكل خاص، لأن هي ليها طابع خاص كده في التعامل معاها، فحبينا نتكلم عنها ومشاكلها زي ما اتفقنا، فعلشان كده دايما كان في ستريس زيادة كده ان احنا نتكلم عنها. طيب الماسل كرامبس او الماسل سبازم، الشد اللي بيحصل في العضلات، ايه اللي بيحصل؟ الماسل كرامب انه بيحصل فجائي، وانفولنتري ماسل كونتراكشن انه بيبدأ يحصل شد فجائي في العضلة ومفاجئ.
دايما بيبقى temporarily and non-damaging، يعني بيبقى حاجة وقتية وما بيحصلش مشكلة في العضلة كبير، يعني ما بتعملش دامج في الماسل فايبر، تمام. بيتراوح الوجع بتاعها من mild لإكسكروشيتنج بين، يعني من وجع بسيط لوجع سيفير. السيفير طبعا بيخليه عامل زي المشلول، مش قادر يمشي، كل ما يتحرك العضلة عمالة تشد، كل ما بيتحرك العضلة عمالة تشد، تمام. حدوثها فجائي زيها زي الكدمة، ان هو خد الكدمة في وجع، الكرامبس بتحصل فجأة وبتفك لوحدها في ثواني او في دقايق او في ساعات على حسب حجم الشد نفسه، تمام. وطبعا الشد بيحصل اكتر يعني في السكيليتال ماسلز بتاعتنا، وفي حاجة اللي هي السموث ماسلز زي العضلات المنظمة لحركة الامعاء والجهاز الهضمي، دي اسمها سموث ماسلز، تمام. السكيلتال ماسلز اكتر، ده طبعا موضوعنا هنتكلم عنه، اللي هو العضلات السكيلتال اللي ليها علاقه بالجهاز العضلي الحركي بتاعنا، تمام. العضلات اللي دايما بيحصل لها كرامب مشهوره وطبعا كل الناس عارفاها، السمانات، عضله السمانه في اليمين وشمال، والساي، العضلات الفخذ، والعضلات بتاعت الارش بتاعت الفوت اللي هي في الفوت من تحت، العضلات الصغيره. دايما الشد ده بيحصل نتيجة strenuous physical activity، بتبقى زيادة او التمارين بتبقى زيادة او بتبقى مؤلمة، فبالتالي يحصل الجاردنج كرامب او العضلة تشد. طبعا ممكن تحصل في الريلاكسد، الناس اللي مريحة خالص ممكن يحصل لها كرامبس، ودي ليها اسبابها التانية. طبعا في اسباب كتير للكرامبس، اشهرهم واكثرهم اكتر احدث حاجة فيهم ان هو بيحصل اختلال disturbance at various level of central and peripheral nervous system، يعني بيحصل اختلال على مستوى الجهاز العصبي الطرفي والمركزي، ان الاشارات العصبية اللي من الجهاز العصبي للعضلات بيحصل فيها اختلال، فبالتالي العضلة يحصلها سيجنال بشكل كبير فده يحصل لها كرامب، تمام. ده احدث حاجة في تحديد سبب الكرامب اللي بيحصل. طبعا في اسباب تانية كتير بتحصل، زي ايه؟ الجفاف، الديهايدريشن، اللاعب ما بيشربش ميه بشكل منتظم اثناء التدريب، في عنده مشكله ان البوتاسيوم والصوديوم قليلين، لان هم دول بيساعدوا في انقباض العضله وانبساطها، لما يكونوا تركيزهم قليل العضله تحمي نفسها وتشد، ما ترضاش انها تفك تاني. او كميه الكاربس اللي هي الكربوهيدرات بتبقى قليله، تمام، او العضله نفسها قصيره، excessive tight muscles، العضلة نفسها واخدة مدى قصير فبالتالي يحصل لها كرامب بشكل مستمر. طبعا كل الأسباب دي تحترم طبعا، ودي كانت من ضمن الأسباب اللي تخلي الكرامبز ده أو الشد ده يحصل، بس طبعا مع الإثبات العلمي والأبحاث اللي بتحصل، لقوا إن أوقع واحد اللي هو الاختلال اللي بيحصل في الجهاز العصبي الطرفي المركزي أو الطرفي نفسه، هو ده السبب الأساسي اللي بيخلي الكرامب ده يحصل، تمام. ده كان الجزء الثالث اللي هو الكرامبس. هنبدأ نتكلم على الماسل سورنس، ودي من الحاجات الكتير جدا بتحصل للعيب، وخصوصا بعد فترة الاوف سيزون ولما يجي يرجع تاني. الماسل سورنس نفسها بتحصل بعد التمرين، وتبدأ تظهر تزيد من 24 ساعة ل 72 ساعة، اسمها دومز delayed onset muscle soreness. دي بتظهر بعد التمرينات الشديدة، ده مش الشد، ده بيبقى وجع في العضلة مش شد، لأن الشد حاجة تانية، إنما السورنس نفسه بيبقى اسمه delayed onset muscle soreness، ده حاجة بتظهر بعد ال strenuous activity، المجهود العضلي الكبير، وبيصنفوها إن دي حاجة اسمها grade 1 muscle strain. في تقسيمة الجريد 1 ده أبسط مثل، ما بيكونش فيه فايبرز كتير اتحتكت وبيكون فيه وجع، وجعها بيبقى مشابه لده. السورنس نفسه بيبقى عبارة عن لما العضلة نفسها فيها وجع، بلاقي تندرنس على العضلة كلها، العضلة كلها بتبقى مؤلمة مش جزء واحد بس. وزي ما أنا قلت إن هو السورنس ده حاجة بتظهر في العضلة، البيك بتاعها بيبقى من 24 ساعة ل 72 ساعة، وده بعد تمرين شاق جدا، ويبدأ يختفي جرادولي لوحده بعد 5 أيام ل7 أيام.
لقوا ان السورنس ده بيصاحبه prolonged strength loss، يعني لما السورنس ده بيبقى متكرر وموجود بشكل منتظم وكبير بيبدأ السترينث بتبدأ تقل من العضلة، والرينج اوف موشن المدى الحركي بتاع العضلة بيبدأ يقل. وبيلاقوا حاجة في التحاليل، الكرياتين كاينيز، كرياتين كاينيز ده بيلاقوه عالي. معنى كده لما الاقي كرياتين كاينيز عالي في الدم معنى كده ان في ماسل دامج بيحصل، بس مش دايركت، يعني ان دايركت لما العيان يجي لي بيشتكي من سورنس بشكل منتظم ويجي يطلب له تحليل كرياتين كاينيز ويلاقيه عالي، ده حاجة اندايركت بتدللي ان في سورنس على طول مستمر في العضلات. طبعا مع الابحاث بدأوا ياخدوا بايوبسي لما العيان بيكون عنده سورنس، بياخد عينة من العضلة. في الابحاث لقوا ان هو في فعلا دامج لما بتحط على تحت الميكروسكوب، بيلاقوا ان في تهتك في الالياف بس بيبقى بسيط. سببه حتى الان مش معروف، بس سبب مصدر الوجع نتيجة انه طالما وانس انه حصل تهتك في الالياف العضلية ولو بشكل بسيط بيبدأ يحصل التهاب. فتفسير الوجع اللي بيحصل في العضلة ده بعد المجهود الشاق ان هو بيبدأ يحصل التهاب صغير في العضلة نتيجة التهتك اللي حصل، فهو ده التفسير الوحيد ان هو يكون وجع السورنس موجود. انما السورنس ده بيكون بعد التمرين وبيظهر زي ما قلنا البيك من 24 ل 72 ساعة وبيبدأ يختفي لوحده في حدود بخمس لسبعة أيام. طيب إنما الوجع اللي بيظهر في العضلة بيبقى له أسباب تانية، والأسباب دي زي إيه؟ اللاكتيك أسيد، الأيونز، الأسيدز، البروتين، هرمون مش متظبطة، أوفر يوز، كل ده من الأسباب اللي تخلي إن في وجع أثناء التدريب. إنما السورنس ده حاجة تانية بتظهر بعد التمرين وبيعلى قوي بعد 24 ساعة ل 72 ساعة. طبعا اللي فاتوا دول كانوا صغيرين، الكونتيوجن كان شكله أكبر شوية علشان كان فيه كلام كبير. هنتكلم بقى على الحاجة الأساسية اللي واخدة الحيز الكبير جدا في الإصابات العضلية، اللي هو التمزق العضلي، الماسل سترين. الماسل سترين ايه هو تعريف الماسل سترين؟ انه بيبدأ الماسل are strained or torn when some or all the fibers fail to cope with the demands placed upon them. يعني ايه؟ ان الالياف العضلية بيحصل لها قطع او تهتك نتيجة ان اللود اللي واقع عليها اكبر من حملها كعضلة، فبالتالي يبدأ يحصل لها تمزق او قطع. تمام؟ ده تعريف ببساطة عن المزق بدرجاته، وهو ده السبب ان يكون العضلة عليها حمل اكبر من حملها فبالتالي يحصل لها تهتك. العضلات الموست كومن اللي بيحصل لها تمزق، اي عضلة بتعمل حركة معرضة للمزق، بس العضلات ميكانيكيا اللي دايما بيحصل لها تمزق هي العضلات اللي بتعدي على مفصلين او بتتحكم في حركة مفصلين. اشهر ثلاث عضلات بيحصل لهم الموضوع ده العضلة الخلفية والعضلة السمانة والعضلة الأمامية. عضلة الخلفية بتتحكم في حركة الهب، بتعمل له فرد، بتفرد مفصل الهب وبتتني مفصل الركبة، واللي عكسها العضلة الأمامية بتبدأ تتني مفصل الفخذ أو الهب وتبدأ تفرد مفصل الركبة. العضلة اللي بتشتغل على مفصلين بتبقى الفورس اللي وقع عليها أكبر، مطلوب منها إنها تتحكم في مفصلين وبشكل وهي ستريتشد واللود بيبقى بشكل عالي، فبالتالي ده يعمل مشاكل يخليها تتعرض لسترين. خلاص، علشان كده دايما دايما اي حد بيبقى عنده مزق دايما هتلاقيه مش هيخرج عن الثلاث عضلات دول، والعضلات التانية اللي بيحصل لها بشكل ببرسنتج اقل من الثلاث عضلات دول. طبعا السترين او التمزق بيحصل نتيجة الاكسلريشن او الديسلريشن. يعني ايه؟ يعني ان العضلة بتشتغل وهي بتطول او العضلة وهي بتقصر. تمام؟ هو ده اللي بيحصل نتيجة المزق، بيحصل نتيجة في حاجة من الاتنين، الاكسلريشن او الديسلريشن. واكتر العضلة بيحصل لها مزق لما بتبقى بتنقبض وهي في شكل انبساط. يعني ايه؟ عشان بس الناس تبقى اللي مش اوير اكتر بميديكال او مدربين متابعين للدوره يبقوا عارفين الفرق ما بين الاكسلريشن والديسلريشن. ميديكالي دي حاجه اسمها كونسنتريك واكسنتريك. الكونسنتريك خلينا ناخد البايسبس، عضله الباي اللي بتتحكم في تنهي الكوع. العضله دي لما بتقصر بالشكل ده وتتني الكوع الاكشن اللي صدر منها ده اسمه كونسنتريك.
طيب لما باجي الكونسنتريك او اكسلريشن، طيب لما اجي افرد، اللي بيجي يفرد عضلة التراي، بس اللي بيتحكم في الفرد العضلة الباي، فهي شغالة وشدة طول ما هي عمالة بتفرد. ده اسمه الديسلريشن او الاكسنتريك كونتراكشن. بايوميكانيكس او ميكانيكا حيوية بتاعت العضلات، ان الكمية اللودز اللي بتبقى القوة العضلية اللي طالعة من العضلة في الديسلريشن وانا بفرد بيبقى اكتر من وانا بتني والعضلة بتقصر. علشان كده دايما الاسترين موست كومنلي بيحصل في الديسلريشن والعضلة بتطول. طيب لما بيحصل المزق، المزق دايما بيحصل الموست كومن اريا في قلب بقى العضلة، هنخش في قلب العضلة نفسها، اكتر حتة يحصل لها تمزق او سترين الجزء المايوتندينيس جانكشن، اللي هو ان العضلة بتبقى الياف، وانس انها بتبدأ تتكون الياف بتبدأ تعمل الوتر بتاعها اللي بيمسك في العظمة. اكتر حتة ممكن تحصل لها سترين دايما بشكل على طول كومن، الجزء اللي هو نقطة تحول الفايبرز، اول ما تبدأ تكونفرج يحصل لها كونفرجن وتبقى تندون، الجزء ده اسمه مايوتندينيس جانكشن، دايما بيبقى ويك شوية علشان ده عبارة عن نقطة تحول من ماسل فايبر لتندون. فالجزء ده لما بيقع عليه سترين اول حاجة يبدأ يحصل فيه التمزق. انما الفايبرز نفسها علشان يحصل لها مزق لازم تكون القوة العضلية اللي طالعة منها كبيرة، تمام؟ اول حاجة بيحصل لها تمزق العضلة نفسها ككومبوننت او كتشريحيا، في جزء منها كونتراكتايل اللي هو العضلة عشان تنقبض وتنبسط فيها حاجة اسمها كونتراكتايل بارت. دون الدخول في الهيستولوجي قوي يعني علشان الموضوع ما يطولش مننا، الكونتراكتايل اليمنتس ده اللي هو المسؤول عن ان العضلة يحصل لها انقباض وانبساط، ده بيحصل له ديسربشن، ده اول حاجة يحصل له ديسربشن لان هو المسؤول عن الحركة في العضلة. في حاجة تانية السراوند كونكتيف تيشو اللي هو الفاشيا اللي هو الغشاء اللي بيحيط العضلة، لو ده تاني حاجة بيحصل له سترين، يعني لو القوة كبيرة انف انها علشان تمزق عضلة، أول حاجة الكونتراكتايل اليمنتس اللي هي الألياف العضلية هتتمزق، وتاني حاجة هتتمزق بعديه الكونكتيف تيشو الغشاء اللي بيحيط بالعضلة نفسها. طيب نبدأ نتكلم شوية باثوفيسيولوجي، يعني ايه اللي بيحصل طبيعي لما بتحصل مزق. في 3 فيزز هنتكلم عنهم، اول فيز اسمها الديستراكشن فيز، وتاني فيز اسمها الريبير فيز، وتالت فيز اسمها الريموديلينج فيز. الديستراكشن فيز دي فيز مستقلة بذاتها، الريبير والريموديلينج دول اتنين اوفرلابد على بعض، يعني ملهمش ابسوليوت بارير اقدر احدد منه العضلة انتقلت من هنا، يعني المرحلة دي خلصت والتانية بدأت، هما بي اوفرلاب على بعض، ودي بتنتهي دي بتبدأ، عشان كده ما بعرفش افصلهم عن بعض، ودايما في شرحهم بيبقوا مرتبطين مع بعض. الديستراكشن لوحدها، فاول حاجة هنتكلم عنها الديستراكشن فيز. نبدأ نتكلم بقى نخش ان ديتيلز ايه اللي بيحصل جوه العضلة. العضلة نفسها لما بيحصل لها تمزق الأوعية الدموية طبعا بيحصل لها تهتك، فبالتالي الأكسجين الدم بيقل، والأكسجين بيقل ده يموت الألياف العضلية اللي موجودة. طب لما تموت الألياف بيبدأ تفرز حاجة اسمها اللايزوسوم، تمام؟ اللايزوسوم ده وظيفته مع الحاجة اللي هشرحها اللي جاية دي، ان هو لما يبدأ بقى يبقى في مجهود تاني زيادة على العضلة، بتعمل حاجة اسمها قطع في حاجة اسمها الساركوبلازم بتاع العضلة. الساركوبلازم ده جزء من الكونتراكتايل اليمنت بتاع العضلة نفسه، لما بيتقطع مع اللايزوسوم بيعملوا حاجة اسمها كونتراكشن باند او بروتكتيف بارير. زي ايه؟ لما الانسان بيتعور بيبدأ يخرج دم، يبدأ الدم ده يحصل فيه تجلط، التجلط ده فيه حاجة بتسبقه حاجة اسمها بروتكتيف بارير، ان بيبدأ يحمي الجزء اللي حصل له تهتك، علشان بقى الخلايا اللي هتيجي وكل حاجة تبقى جوه الاريا دي، ما تبقاش ديفيوز، ما تبقاش منتشرة. هو بيعمل بروتكشن بارير، ده حاجة ربنا خالقها، ان اللايزوسوم مع القطع اللي بيحصل من الساركوبلازم بيعمل البارير ده. طيب بعد 15، بعد ربع ساعة من الإصابة، بعد مينتس يعني من الإصابة، الخلايا الميتة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الديسربتد اكسترا سيلولار تيشو، الخلايا اللي حصل لها تهتك والخلايا اللي ماتت،
والصفائح الدمويه البليتليتس والبلازما، كل دول مع بعض يبداوا بدايه الالتهاب. والالتهاب المعلومه دي لازم الناس تعرفها، الالتهاب بدايه شفاء الناس، شفاء العضله. يعني ايه؟ باقي الفيزس مش هتكمل لو الالتهاب الاولي ده مش موجود، حصل مزق لازم يحصل التهاب. الالتهاب ده لما يكمل وياخد دورته كامله هعرف الفيزس التانية اللي هي الريبير والريموديلنج يحصلوا. طب الفيزس دي الانفلاماتوري فيز عطلت ومش راضيه تخلص وانا عمال اخرها بعلاجي، بفكر ان انا كده بودي الالتهاب بالعكس، ده انا كده عمال اخر الانفلاماتوري فيز انها تخلص، الريموديلنج والريبير مش هيحصلوا بشكل مظبوط. فده من الحاجات اللي بتخلي الري انجري ريسك بيبقى عالي، خطر الإصابة المتكررة لنفس المكان بيزيد. ليه؟ لأنها ما خدتش علاجها بشكل مظبوط. تمام؟ يبقى زي ما اتفقنا اللي هو بعد مينتس من الانجري ان بيبقى فيه كوليكشن كده شوية حاجات مع بعض، الديسربتد اكسترا سيلولار تيشو اللي هو الخلايا اللي ماتت والكونتنتس بتاعتها مع الصفائح الدموية مع البلازما، دول كلهم بيبدأوا يفرزوا حاجة اسمها الثرومبين اللي هو بيساعد على التجلط، فبالتالي يعمل لي الجلطة السطحية دي، يعمل لي زي التعويرة كده اللي بيخلي الجلطة تتكون الثرومبين. أول ما الثرومبين يبدأ بقى سايكل الانفلاميشن، الالتهاب الأول اللي بيحصل في الأول. تمام؟ طيب طبعا حصل نزف فبيحصل تجمع دموي، التجمع الدموي البسيط ده بيبقى وظيفته انه بيملى الجاب او الفراغ اللي موجود ما بين الالياف العضليه اللي اتهتكت. طيب كلينيكالي اللعيب نفسه هيبقى شكله عامل ازاي؟ الشواهد بتاعت الالتهاب 3 حاجات، ان حراره المكان بتعلى وبتبقى محمره وبيبقى في ورم، هيت وسويلنج وريدنس، دي علامة وجود التهاب. تمام؟ طيب الاحمرار او الريدنس والهيت بيبقوا ليه زيادة؟ لان شبكة الاوعية الدموية اللي في المكان علشان حصل هنا مشكلة، فالدم عمال بيكتر في الحتة دي، عايز يصلح بقى، عايز يبدأ يصلح، فالدم بيجي بشكل كبير في المكان اللي حصل فيه المشكلة، فهو ده اللي بيخلي ان في ورم بيحصل، درجة حرارة المكان بتزيد والاحمرار بيبقى موجود. الورم بيتكون نتيجة ايه بقى؟ الورم بيتكون نتيجة ان الضغط الداخلي بتاع الخلايا بتاع العضلات بتبدأ يزيد نتيجة وجود خلايا ميتة كتير وانفلاماتوري اكسيوديتس ليكينج انتو ذا انترستيشال سبيس. يعني ايه؟ قلنا الثرومبين طلع وهيبدأ الالتهاب بتاعه، الالتهاب بيجيب خلايا والخلايا دي بتفرز حاجات، والحاجات دي في قلب الفيس بتاعت الانفلاميشن، فيخلي بتاخد سبيس ازيد من حجمها، علشان كده هو ده تفسير وجود الورم، ان هو بيكون مخلفات فترة الالتهاب بتبقى كتير وبتزيد مع مدار كل ما يعدي ساعة كل ما بيزيد الاكسيوديتس دي، فبالتالي السويلنج بيبقى، عشان كده ده تفسير الورم، بتلاقي في الورم الاول بسيط ويبدأ يزيد. ليه؟ لان فترة الالتهاب الاولي بدأت تزيد وبدأت مخلفات فترة الالتهاب تبدأ تكتر، فبالتالي يبدأ حجم الورم يكتر. طيب ايه سبب الوجع اللي بيحصل في الالتهاب فيسيولوجيكال كده؟ طبعا كمية حجم الورم اللي موجود مع الكيميكالز اللي اتفرزت نتيجة الالتهاب دي بتعمل استثارة للنهايات العصبية اللي موجودة في المكان، فدي هو ده مصدر الوجع. مصدر الوجع مش الأنسجة اللي اتهتكت، نتيجة ان الالتهاب بدأ الكيميكالز موجودة والأنسجة القديمة اللي اتهتكت موجودة، دي ستيمولانتس للفري نيرف اندنجز اللي هي النهايات العصبية الطرفية، فتبدأ تصدر الوجع ده. طيب كده انا خلصت الفيز الأولانية اللي هي الديستراكشن. تاني وتالت فيز زي ما اتفقت ان هو لازم يتشرحوا مع بعض، اللي هما اوفرلابد مع بعض، هما بيحصلوا بشكل يعني دي بتنتهي ودي بتبدأ، فلازم بيتشرحوا مع بعض. طيب الريجنريشن بداية إعادة بناء الألياف العضلية تاني بيبدأ من 3 ل 6 أيام بعد الفترة الأولانية بتاعة الديستراكشن فيز، وممكن يوصل لحد من 7 ل 14 يوم، وده بيبقى متوقف على حجم الإصابة وحجم الالتهاب اللي موجود. طيب بعد ما الانفلاميشن الالتهاب الكيميكالز released from the injured tissue طلعوا من الأنسجة اللي حصل لها تهتك،
الكيميكالز اللي بتطلع دي بتاتراكت نوعين من الخلايا، حاجه اسمها الليمفوسايت اللي هي الخلايا الليمفاويه، والماكروفاجز. الماكروفاجز دول من الخلايا المناعيه اللي موجوده في الجسم. بتبدا تعمل ايه الماكروفاجز دي؟ بتعمل حاجه اسمها فاجوسايتوزس، بتبدا تاكل الحاجات المخلفات اللي موجوده والخلايا اللي ميته، اي حاجات ماتت والمخلفات اللي التهاب، بتبدا تاكل الحاجات دي علشان تبدا تنظف الجزء اللي حصل له سترين. دي اول حاجه بتحصل. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى خلق في كل عضله unknown satellite cells، خلايا ريزيرف بتبقى موجوده في قلب العضله. لما بيحصل تمزق العضله اللي ملهاش كونيا، هي حاجه سبير موجوده وهتشتغل بناء على الاصابه عامله ازاي. فلما بيحصل المزق ده، ان العضله الخلايا دي اسمها ساتلايت سيلز، الخلايا دي بيحصل لها انقسام وتبدا تتفرق لحاجه اسمها مايوبلاست. مايوبلاست ده بدايه تكوين الالياف العضليه الجديده، اللي هو بدوره بعد كده بيبدا يتحول لحاجه اسمها المايوتوبيولز، مالتي نيوكليتد مايوتوبيولز. فهو ده اعجاز من ربنا، ان هو حاطط ريزيرف في العضلات حاجه اسمها انون ساتلايت سيلز، الخلايا دي بتنقسم وتبدا تتحول لاول وحده بتبدا تتكون بيها الالياف العضليه اللي هي المايوبلاست، اللي بيبدا يتحول بعد كده المالتي نيوكليتد مايوتوبيولز. طيب المايوتوبيولز دي بتبدا يحصل لها اندماج مع النهايات الطرفيه مع العضلات اللي فضلت سليمه، علشان كده هو بيبريتش الجاب ان ماسل. يعني ايه اللي بيخلي ايه اللي بيتكون في المكان ده؟ زي ما قلت لكم، الساتلايت بيتحول، الساتلايت سيلز بتتحول لمايوتوبيولز في الاخر. مايوتوبيولز دي بتبدا تربط نفسها مع النهايات الطرفين العضلات علشان يبدا يملى الجاب بالالياف العضليه. طيب كده انا اتكلمت بشكل هيستولوجي او علم الانسجه والعلم الامراض، ايه اللي بيحصل نتيجه المزق، يعني كأننا ماسكين العضلة كده عمالين نتفرج عليها نشوف ايه اللي بيحصل. طيب نخش كلينيكالي شوية. كلينيكالي هنبدأ نعمل حاجة اسمها جريدنج للماسل سترين، يعني هل ده جريد واحد ولا اتنين ولا تلاتة. طبعا مع الليتريتشر في المناهج العلمية والطب في كلاسيفيكيشنز كتير للماسل سترين، وكلهم صح، بس كلهم كل واحد يعتمد على كرايتيريا معينة في تقسيم درجات التمزق العضلي. خلاص انا جايب لكم ابسط كلاسيفيكيشن اللي هي المعروفة وورلد وايد بالنسبة للعالم كله، جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. في كلاسيفيكيشنز تانية بتعتمد على الفايندنجز اللي بنلاقيها لما العيان بيبقى عنده مزق، وقمت عامل له رنين بناء على الشواهد اللي لقيتها في تقرير الرنين او في الافلام بتاعت الرنين، ببدا اصنف السترين بناء على الرنين. في السونار بتاع العضلات لما بعمله ليه برضو جريدنج، فده كلينيكال جريد بستخدمه علشان ابدا افرق ما بين جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. طيب جريد 1 ايه اللي بيحصل؟ العضله نفسها بيبقى فيه وجع طبعا، او بتبقى تندر شويه، بس العيان بيبقى قادر انه يكمل لانه ما بيحصلش تهتك صريح للالياف، او كميه الالياف العضليه اللي بيحصل لها تهتك بتبقى مايكروسكوبيك، حاجه اقل من 10%. فبالتالي طبعا حاجه اقل من 10% بتبقى مسببه للالم، وتندر لما باجي اضغط على المكان اللي حصل فيه المزق بيبقى ما يوجعش غير لما اضغط شويه، بس العيان ده ممكن يقدر يكمل عادي. اكوردنج هي بتختلف، ممكن في ناس جريد 1 ما يقدرش ويفضل مصنف جريد 1 ما يقدرش ان هو يكمل، وفي ناس بتقدر تكمل وستيل يفضل في جريد 1. فكلينيكالي اهم حاجه لازم العيان اشوفه هو عامل ايه، يعني ايه الاعراض اللي ظاهره عليه، بالكشف عليه كده اشوفه احدد هو ده جريد 1 ولا جريد 2. تمام. ايه بقى اللي انا بشوفه في جريد 1؟ بلاقي الوجع قليل، التندرنس بيبقى لوكال مش ديفيوز، مش واخد العضله كلها، وبيبقى ما بيظهرش الوجع غير مع الضغط، بيحصل شد بسيط في العضله وورم خفيف ويكاد ما يكونش فيه ورم. فبالتالي القوة العضلية بتاعت العضلة ما بتتأثرش، او بيبقى تأثيرها بسيط ان انت يبقى ملحوظ بالنسبة لك، ولا المدى الحركي بيبدأ يتأثر. وزي ما قلت ان كمية الالياف العضلية بيحصل لها disruption او تهتك بيبقى اقل من 10% من حجم العضلة نفسه. طيب ايه جريد 2؟ وجريد 1 العيان ممكن بيمشي عادي، يعني تلج الجيب بيعمل يومه عادي، مفيش مشكله يطلع سلم ويمشي ويتحرك، مفيش اي مشاكل خالص، ما بتاثرش عليه في يومه. طيب جريد 2 لا، بتبقى الاعراض اعنف شويه، البين بيبقى اكتر،
العين ما بيقدرش يكمل، في وجع مع الاسترتش، بلاقي فقد ملحوظ في العضله، لوس في السترينث ورينج اوف موشن، انه بيبدا القوه العضليه بتاعه العضله بتقل، والمدى الحركي بتاع المفصل القريب للعضله بيبدا يقل لان العضله اتاثرت. طب ايه حجم الالياف العضليه اللي حصل لها تهتك؟ من 10 ل 15%، يعني انت بنتكلم داخلين على تلت العضله، تلت العضله، فده بيبقى حاجه اكبر شويه. طبعا العيان بيبقى بيزك، بيبقى في وجع مع الاسترتش، وممكن ساعات بيكون في وجع طبعا مع الريست لما يكون العيان مريح بيكون في وجع، بس بيقدر نوعا ما يمشي شويه بزكه، يقدر يمشي بس ممكن يكون في زكه ممكن ما يكونش، بس الوجع شديد شويه. وحجم العضله نفسه اللي بيحصل له، كميه الالياف اللي بيحصل لها رابشر، من 10 ل 15%. طيب جريد 3، وده اعنف درجه من درجات التمزق، انه بيحصل طبعا وجع فجائي، وجع شديد جدا، طبعا الفانكشن الوظيفه بتاعت العضله بتبدا تختفي خالص، ما بتاديش الحركه بتاعتها، طبعا يحصل فقد ملحوظ في القوه العضليه، الماسل سترينث ورينج اوف موشن يبدا يتاثر، طبعا كميه الالياف العضليه اللي بيحصل لها تهتك بيبقى من 50% ل 100%. الجريد 3 بيطلق على العضله اللي اتقطعت بشكل كامل، او العضله اللي اتصابت باكتر من نصها، اكتر من نصها، اكتر من 50%. لا ده كتير، يعني متخيلين العضله مثلا لو هنفترض ان هي حجمها 10، اكتر من 5 ده هحطه جريد 3 مش جريد 2، لان العضله الفانكشن بتاعها اتاثر بشكل كبير جدا ومش هتأدي الوظيفه المطلوبه منها بالشكل المطلوب، فده يطلق عليه جريد 3، وده في الاغلب بياخد قصه السيرجري، العلاج الجراحي. طيب ايه البري ديسبوزنج فاكتور؟ السترين دايما من الحاجات اللي بتظهر فجائي كده مره واحده، بس بتبقى فيه شواهد ليها، الشطاره انك تحاول تقلل الشواهد دي علشان ما يحصلش المزق. فده معنى كلمه بري ديسبوزنج فاكتور، العوامل اللي كانت موجوده قبل وجود التمزق اللي خلى التمزق يظهر. ايه هي اول حاجه؟ الان اديكويت ورم اب، اللعيب يكون جاي على طول على التمرين متأخر وينزل على الملعب على طول، العضلة ما سخنتش، ما تهيأتش، الدورة الدموية ما مشيتش فيها بشكل كويس، الدم ما جاش، النيوترينتس ما جاتش، الأكسجين ما جاش، العضلة اشتغلت بشكل فجائي، حصل لها شد ومزق مرة واحدة. فمهم جدا إن العيان لازم يعمل وورمينج أب، ده حاجة مانداتوري لازم تتعمل، ما ينفعش إنه يبدأ يغير مجهوده جاي على طول على التمرين وقام جاي نازل على طول. تاني حاجة الـ insufficient joint range of motion، هطول شوية فيها دي علشان الناس تفهم يعني ايه المدى الحركي لما يبقى قليل العضلة يحصل لها مزق. عضلة البايسبس لما بتتني على مدى الرينج كله، العضلة كلها بكفاءتها، بكامل كفاءتها وكامل قوتها ما بتشتغلش. يعني لما ابدأ اتني من هنا لهنا في كمية فايبرز معينة هي اللي اشتغلت، ومن هنا لهنا في فايبرز تانية اشتغلوا، هي بتشتغل بنسبة مش توتالي ما بتشتغلش. يعني هنا مثلا في الياف عضلية التركيز عليها اكتر، التانيين بيبقى التركيز عليهم قليل، لما الرينج بيبدأ يتغير بتبدأ الياف تانية التركيز عليها اكتر والتانية بتبقى قليلة، وفي الاخر خالص بيبدأ كمية العضلات نفسها اللي يحصل لها ريكروتمنت او اللي تشتغل بتبقى اكتر. فبالتالي انا لما يبقى عندي فقد في الرينج اوف موشن بتاع المفصل نفسه، ان هو ده المتاح ليا ان هو يشتغل، الالياف اللي عليها التركيز انها تشتغل بشكل كبير بقى عليها لودنج كبير جدا، فبالتالي مع التكرار مع التمرين بشكل منتظم بشكل كبير يخلي الالياف دي عليها لود كبير جدا فيحصل المزق. هي عملية ان الالياف العضلية ان حاجة تشتغل وحاجات يبقى تركيزها قليل في الشغل، دي حاجة نيورال اكتر عصبية، يعني السيجنالز اللي بتطلع، الاشارات العصبيه اللي بتطلع من الجهاز العصبي عشان يروح العضله، هي ما بتبعتش لكل الالياف العضليه، بتبعت لجزء وجزء تاني بتبعت له بشكل قليل، يعني الياف قليله والياف كتير، فبالتالي الموضوع يعني اللي بينظمه اكتر عصبيه مش العضله نفسها، العضله نفسها انت لو حطيتها في جوينت تاني هتشتغل، بس اللي بينظم لك فكره حركه العضله الاعصاب نفسها. طيب تالت حاجه الاكسسيف ماسل تايتنس، اللي هو الشد الجامد في العضله يخليها في شكل منقبض بشكل كبير، ده يخلي العضله انها يحصل لها مزق. طبعا الفاتيج والاوفر يوز والان اديكويت ريكفري، ده حاجه من دكتور الششتاوي، دكتور محمد الششتاوي محاضرته المفروض هتتكلم على الاستشفاء العضلي، دي حاجات مهمه ولازم نركز عليها.
لان هي دي من البري ديسبوزنج فاكتور اللي بتخلي العضله تخش في تمزق. يعني ايه الاوفر يوز؟ الاوفر يوز ده انه تبدا تحصل حاجات بشكل خاطئ لفتره طويله تخلي العضله بري ديسبوزنج ان هو يحصل لها سترين. طيب ممكن الاوفر يوز ده يبقى على مستوى العضله، وممكن يبقى الاوفر يوز ده على مستوى الجسم بشكل عام، ان اللعيب دخل مني في اوفر جنرال اوفر يوز. الجنرال اوفر يوز ده لما العيان بيوصل له البرفورمانس بتاعه، لو انا حاطه في الكيرف ان هو عمال بيتمرن فالكيرف عمال يطلع 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 يطلع، لما العيان لما اللعيب ده يتعرض لتدريب بشكل خاطئ او بشكل باستمرار دون من غير تواجد ان اديكويت ريكفري كويس، العيان ده بيبدأ يخش مني في جنرال اوفر يوز، جسمه بيعطل بالبلدي، يبدأ البرفورمانس بتاعه الكيرف يبدأ ينزل تاني. الكيرف اللي يبدأ ينزل تاني ده العضلات كلها الاستثارة بتاعتها بتبقى قليلة، والمجهود المطلوب كبير، فالعضلة مش قادرة، والمجهود اللي جاي عليها كتير. ده من أول الحاجات اللي بتحصل لها تعمل المزق. فعلشان كده مهم جدا زي ما أنا بحط التريننج لود بالنسبة للمدربين، زي ما مهم بالنسبة لي إن أنا أحط الحمل المناسب للعضلة، لازم أحط الوقت الكافي للريكفري للعضلة، لازم أدي العضلة وقتها إن يبدأ يحصل بروتين بيلد أب من أول وجديد، تبدأ تتخلص من الالتهابات الصغيرة اللي حصلت فيها، من اللاكتيك اللي موجود، لو حصل التهاب مخلفات الالتهاب ده لازم تختفي، إنما عمال أتمرن عمال على بطال على عضلة أوريدي فيها مشاكل هيدخلني في مزق. طيب خامس حاجة، حاجة اسمها الماسل امبالانس. الماسل امبالانس ده اللي هو التوازن العضلي على مستوى المفصل. يعني ربنا خالق ان في عضل مثلا في تاني الكوع في عضلة باي وعضلة تراي، لو في عضلة اقوى من عضلة ده يعمل مشاكل، ويعمل مشاكل على مستوى المفصل ومستوى العضلة، لان العضلة اللي اشتغلت بشكل مستمر وكتير هي مش مطلوب منها تشتغل بالشكل ده، فبالتالي هيخليها ان هو يحصل تمزق عليها ويفصل العضلة التانية. يعني لما العضلة دي تبقى قوية ودي ضعيفة، دي على طول بشكل مستمر عمالة تضعف تضعف، بتنهبت حاجة اسمها ريسيبروكال انهبيشن، انها عمالة بتفصل عضليا تفصل عصبيا، فبالتالي لما اديها لود فجائي ما تستحملوش، فبالتالي يحصل لها تمزق. طيب البريفيوس انجري، طبعا اللعيب اللي بيجي لي بيقول انا اشتكيت من بيشتكي من مزق، بسأله هل حصل لك مزق قبل كده في العضلة ولا لا، لانه دايما العيان اللي بيبقى ما اتعالجش بشكل كويس او استعجل في نزوله الملعب يخلي ريسك الري انجري تاني تحصل، فعشان كده بسأله ان هو انت اتصبت قبل كده ولا لا. الفولت تكنيكس والباي ميكانيكس دي دايما بنلاقيها في الالعاب اللي فيها تكنيك اكتر، او استخدام ادوات ان هو يستخدمها بشكل غير منتظم، او في الباسكت برضو ان هو بيعمل جامبنج ويعمل لاندنج بشكل مش مظبوط، ده مع تكراره بشكل منتظم يخلي العضله تخش منه في اوفر يوز، العرضه يخلي العضله يحصل لها سترين او تمزق بشكل منتظم بشكل مستمر. يعني على طول العضله دي عمال ليه؟ لان هو من الاساس هو عمال بيأدي الاداء الحركي سواء في الجيم او سواء في الملعب بشكل غلط. الشكل الغلط ده ما بيعديش بسهوله، العضله نفسها بتوفر يوز، وكل شويه عماله كل شويه تخش في اوفر يوز، في اوفر يوز تشد وتريح وتريحه يومين ويرجع تاني وتريحه يومين، اوريدي الكوز نفسه غلط، الشكل الاداء التمرين غلط، فبالتالي لما تصلحه ده مش هيبقى خلاص مش هيبقى عامل بالنسبه لك في العضله، مش عامل يعمل تمزق في العضله، فبالتالي يقل ريت حدوث التمزق. انما علشان كده في التدريب دايما اللاعب لازم ابص عليه في اداؤه للتمرين، هل بيلاند بشكل صح ولا لا، لو غلط لازم اعدله، لازم اعمل له دريلز اصلح له شكل اللاند بتاعه عامل ازاي. اخر حاجه السباينال ديسفانكشن، وده موضوع كبير جدا بس انا هحاول ابسطه لكم في دقيقه. يعني اكتر عضله بتتاثر بالموضوع ده العضله الخلفيه. العضله الخلفيه عشان بتمسك في الحوض، فالحوض ريليتد بالعمود الفقري لان هو بيمسك فيه، بيعمل معاه جوينت اسمه الساكرو الياك. لما حركه الحوض او حركه مفصل الساكرو الياك ده ما بيكونش مظبوط، بيحط ستريس زياده على العضله الخلفيه، فبالتالي اي مشكله في الظهر بتسبب مشاكل في الحوض، تلاقي عضله خلفيه متاثره، يا اما محطوطه في ستريتش طول الوقت ومطلوب منها انها تشد بشكل اكبر فبالتالي تعمل مزق.
ده ممكن، ده موضوع، ده مش موضوع بس، دي موضوعات كتيرة ممكن تطلع من كلمة spinal dysfunction ده، نتكلم عنها في الخلفية إن شاء الله في المرات القادمة. يعني ربنا يجعل لينا نصيب نلتقي مرة أخرى إن شاء الله في اختيارنا للموضوعات، نحاول نتكلم في الحاجات الكومن أكتر يعني. طيب، تشخيص المزق بيحصل إزاي؟ قبل ظهور الرنين وقبل ظهور السونار وقبل ظهور الحاجات التشخيصية، الأشعة التشخيصية، كان التشخيص في الاول بيتم كلينيكالي، يعني انا بعرف العيان عنده ايه. يعني مثلا كلينيكالي العيان اللي بيجي لي بلاقي، ببص عليه مع الضغط بلاقي وجع، واما اجي اعمل ستريتشنج الاقي وجع، ولما يجي يعمل الماسل اكشن نفسه الاقي فيه وجع. تمام، اول حاجه ابدا اشك فيها ان ده تمزق، وابدا ابعته يعمل سونار او ام ار اي عشان احدد الجريد بتاعه التمزق، وهو هل فين بالظبط، واحدد التايم اللي هيحتاجه في العلاج. تمام، يعني مثلا العيان ما اشتكيش في التليفون ان انا عندي كذا، اقول له روح اعمل سونار، لازم اشوفه كلينيكالي علشان ابقى متوقع ايه اللي هيجي. والسونار بيأكد تشخيصك الكلينيكالي الاول، لازم الناس تبقى كويسه كلينيكالي، لازم تعرف يعني ايه كلينيكال دايجنوزس، لازم يعني اعرف اكشف الكلام ده بالاكتر للدكاتره، لازم تعرف يعني ايه اطلع مزق دون الرجوع للرنين، ولا يعني اللعيب اللي حصل له مشكله في الملعب، هل ده مزق ولا شد ولا موضوع بسيط، لازم تعرف كلينيكالي الموضوع بيحصل ازاي. فبلاقي وجع مثلا في الاسترتش، وجع مع التندرنس، مش قادر يكمل جري، في وجع مع الجري، اما يجي يعمل الاكشن بتاع العضله بيكون فيها وجع. تمام، فمهم جدا ان انا كلينيكالي بكورليت اللي اللعيب بيقوله لي، والشواهد اللي عليه والتستات اللي انا بعملها له هي اللي بتحدد لي وبتخلي التشخيص بتاعي مظبوط. بداية العلاج الصح، تشخيص الصح، لو انا شخصت غلط هعالج غلط، حتى لو بعالج بنفس الشكل، بس انا مش عارف انا شخصت ايه في الاول، فبالتالي العلاج كله هيبقى غلط، وهأخر اللعيب وهخليه عرضة انه يحصل له تمزق بشكل تاني او يحصل اصابة بشكل اكبر. طيب، زي ما قلت ان هو بعد ما بشخص كلينيكالي، هحتاج ان انا ابص اعمل ام ار اي او اعمل اكس راي او اعمل الترا ساوند او سي تي سكان، علشان ساعات تمزق مثلا يخليك تشك ان يحصل اصابه معاه تانية في حاجه تانية، فلازم بناء على تشخيصك والكشف على اللاعب بحدد انا بحتاج سونار، بحتاج ام ار اي، وبحدد بيه، ما بستسهلش، لازم ابص الاول كلينيكالي على اللاعب. طيب، التريتمنت لما بيحصل تمزق، بيحصل التهاب حاد، اول حاجه بنستخدمها حاجه اسمها البوليس برينسيبل. البوليس برينسيبل ده الابديت فيرجن بتاع الرايس تكنيك او برينسيبل. زمان كان بيجي يقول لك ايه اللي بيحصل له انكل سبرين، عشان تبقى اوضح للناس، اللي بيحصل له انكل سبرين بيقول لك اعمل له تلج وربط له رجليه وارفعها لفوق، ده الرايس تكنيك. بدأ ياخد برينسيبل بشكل جديد اسمه بوليس برينسيبل، زودوا عليه كلمة اسمها بروتكشن، ان هو الاصابة لما تحصل لازم احطها في وضع انها تتحمي، ما يحصلهاش ري انجري تاني. يعني اللي يجيله سبرين مثلا ما اقولوش اجري، ما اقولوش امشي على ان ايفن سيرفيس، هيحصل له سبرين تاني، فلازم اربطه له علشان ما يحصلش سبرين تاني. اوبتمايز اللودنج، الاو اللي اوبتمايز اللود، تمام، ان هو ان انا ببدا انسق للعيب ده اللود اللي اقدر اعملها له بشكل صحي، بحيث انها تفيد وما تضروش وما يقعدش مريح كتير. تمام، طبعا مشكله الرايس تكنيك او البوليس برينسيبل ده ان هو اهتم في الاصابه اول 24 ساعه ل 48 ساعه، اللي هو الاكيوت فيز بس، اللي هو اول ما الاصابه تحصل. طب ايه اللي يحصل بعد كده؟ البرنسبل ناقص في الموضوع ده، علشان كده في 2019 بدأ يحصل اكرونيم جديد او برنسبل جديد اسمه بيس اند لاف. بيس اند لاف ده كل حرف ليه شرح لوحده، فهو الاكرونيم ده عبارة عن الحروف، اول حرف من اول كل كلمة. هوريكو دلوقتي كل كلمة معناها ايه، كل حرف معناه كلمته ايه، وايه المفروض اللي بيحصل. تمام، البيس اند لاف ده اخر برنسبل شغالين عليه. ده اهتم من الاصابه من اولها، من اول ما بتحصل في اول 24 ساعه لحد حاجه اسمها السبسيكونت مانجمنت، لحد الاخر، لحد ما العيب بيتاهل. ده نظره عامه على الاصابه وايه الجايد لاينز اللي تقدر تمشي عليها اللي تخلي العيان يعدي من الاصابه بشكل سليم. زمان
كان بيتحط مثلا يقول لك في اول يومين اعمل كذا، بعد اسبوع اعمل كذا، بعد 3 اسبوع اعمل كذا. الدنيا اتغيرت شوية، بقى في حاجة اسمها جايد لاين، في حاجة، في مبادئ بمشي عليها، وحط عليها البروجرام، البلان بتاعك بتاع العلاج بتاعك. يعني ما ينفعش مثلا اتنين عندهم مزق في الخلفية هعالجهم بنفس الشكل، ممكن ده ياخد طريق وده ياخد طريق، حتى لو الاتنين نفس الجريدز، بس كل واحد بتظبط له البرنامج العلاجي بتاعه بناء على هو كان قبل الإصابة عامل ازاي، حجم الإصابة بتاعه عامل ازاي، ايه اللودز المطلوبة منه، هل هو لعيب سبرينتر ولا لعيب بيفوت، ده ليه لود وده ليه لود، ده ليه استخدام وده ليه استخدام. فعلشان كده ما ينفعش اخد برنامج علاجي، ايه هو البرنامج العلاجي اللي بنعمله للحالة دي؟ هو انا هديك المبادئ العامة، انت كدكتور بتفصل برنامج علاجي طبقا لكل حالة، مفيش حاجة اسمها في اول يوم بعمل كذا، في ثالث يوم بعمل كذا، في مبادئ بنشتغل عليها، تمام؟ فالمبدأ البيس اند لاف ده اللي هو شمل الإصابة من أولها لآخرها، دي الصورة بتاعته. أول حاجة peace and love، أول حرف في كلمة peace، peace كلمة peace دي مهتمية بالجزء الأولي اللي هو الالتهاب الحاد الأولي اللي هو أول 72 ساعة بيحصلوا في الإصابة. love ده اختصار لما هو بعد كده في الإصابة، اللي هو ما بعد ما بعد الالتهاب الأولي في مرحلة الريبير والريموديلينج. دول مهتم، لاف مهتمه بالاثنين فيزز دول، والبيس في الديستراكشن فيز. بي فور البي الاولانيه دي اختصار لكلمه بروتكشن. بروتكشن يعني ايه؟ بافويد الانشطه، بافويد الانشطه والحركات اللي ممكن تزود لي الوجع او تخلي مكان المزق او السبرين اللي حصل انه يحصل له مشكله اكبر. فبروتكشن يعني واحد يجي له مزق ومزق جامد شويه، لازم امشيه بكراتش، ما خليش العضله يتحط عليها لودز بشكل منتظم، يعني بوزن الحركه مش بمنحها خالص، بحميها سواء ببنداج سواء بحاجه اسمها اللي هو الريجيد تيب، المهم ان انا بثبته واحميه انه يحصل له مشكله تاني. حرف الاي اليفيشن، ان انا برفع برفع الجزء المصاب عن مستوى القلب علشان يقلل الدورة الدم، علشان يقلل الاحتقان اللي بيحصل ويقلل الورم اللي بيحصل. طيب انا السلايد اللي بعديها جايب لكم فيديو بيشرح الموضوع ده، في صورة لشخص كده بيتحرك كاريكاتيري يعني، علشان تفهموا قصدي ايه من الموضوع. Injuries like ankle sprains or muscle strains will likely affect us all at some point in our lives. When they do happen, what should you do? People will often apply ice, take anti-inflammatories, and stop doing activity for a few days or weeks, hoping for optimal recovery. But is that really the best approach? Past approaches to managing injuries have used acronyms called ICE, RICE, PRICE, and POLICE, but they only addressed short-term care. Introducing Peace and Love, a new acronym to guide you in rehabilitating injuries. The PEACE acronym is for immediate care after injury. P is for protect. Unload or restrict movement for 1 to 3 days to avoid aggravating the injury. هنقف عند كل واحدة كده عشان ابسطها برضو للناس. البروتكشن زي ما انا قلت كده، ان احنا بنحمي الجزء المصاب. ايه فايدة الموضوع ده؟ ان انا بقلل كمية النزف اللي بتحصل في العضلة، دي اول حاجة، وبقلل الديستنشن اللي بيحصل. الديستنشن ده يعني ايه؟ العضلة اتصابت، ما اقعدش احطها في ستريتشنج طويل كده علشان مش كل شوية اشد الجزء عشان يبدأ يلم بشكل كويس، فما اقعدش احط عليه لودز جديدة تخلي الماسل فايبر تشد وتبعدهم عن بعض. فده دي وظيفة كلمة بروتكشن. طبعا بيقلل الاجريفيتنج ريسك فاكتور اللي ممكن تخلي الإصابة دي تتفاقم، فلازم اعمل بروتكشن بشكل كويس. Protect a little bit longer in case of a more severe injury. E is for elevate. Elevate the limb higher than the heart to help with swelling. Despite weak scientific evidence supporting its use, elevation is safe and potentially useful. الاليفيشن، ان انا زي ما انا قلت ان انا برفع الجزء المصاب يعني فوق مستوى القلب علشان يبدا الانترستيشال فلويد اللي حصل او اتجمع ومحتقن في مكان الاصابه يبدا يتصرف مع السائل الليمفاوي.
طبعا هو كإفيدنس بيزد اثبات علمي مدينه جريد قليله، بس انا بستخدمه علشان اقلل الريسك على قد ما بقدر، يعني ما اثبتش حاجه عكس كده. طالما ما اثبتليش ضرر ممكن استخدمه، حتى لو لو استخدمه هيساعد معايا كوليكشن الحاجات دي مع بعض، لما بيتعمل بيعمل نتائج هايله كويسه جدا، وبيسهل على العيان او اللاعب فترة طويلة جدا. أهم حاجة بالنسبة لنا إن أنت تحاول تخلي اللعيب يتعالج بشكل سيف وفي تايم سيف، لا هو كتير ولا قليل، لازم، لأن هو بيمس ماتشات كتير، فأنت لازم تبقى عارف القصة إيه وهتمشي إزاي والتايمز اللي هيمشي إزاي. فأنت كل ما تستخدم الحاجات الإيفيدنس بيس ده أكتر، كل ما هتوفر على اللاعب فرصة بعود يبعد عن الملعب فترة طويلة. Injuries like ankle sprains or muscle strains will likely affect us all at some point in our lives. When they do happen, what should you do? People will often apply ice, take anti-inflammatories, and stop doing activity for a few days or weeks, hoping for optimal recovery. But is that really the best approach? Past approaches to managing injuries have used acronyms called ICE, RICE, PRICE, and POLICE. But they only addressed short-term care. Introducing Peace and Love, a new acronym to guide you in rehabilitating injuries. The PEACE acronym is for immediate care after injury. P is for protect. Unload or restrict movement for 1 to 3 days to avoid aggravating the injury. Protect a little bit longer in case of a more severe injury. E is for elevate. Elevate the limb higher than the heart to help with swelling. Despite weak scientific evidence supporting its use, elevation is safe and potentially useful. A is for avoid anti-inflammatory modalities. Inflammation is the first step in recovering from injuries. Blocking these important mechanisms may be detrimental to long-term healing. Most people are convinced they should apply ice. However, icing is not. بالنسبة لحرف الـ A، إن هما بيريكومند إن إحنا نأفويد استخدام النونستيرويدال أنتي إنفلاماتوري اللي هو مضادات الالتهاب والمسكنات، وإن أنا أفويد استخدام الأيس بشكل طويل. ليه؟ لأن النونستيرويدال بتكسر دايرة الالتهاب، فبالتالي الريبير والريموديلينج فيز اللي هما اللي في الآخر مش بيحصلوا بشكل كويس، فبيأثر على اللونج تيرم تيشو هيلينج، التهام المزق ما يلمش بشكل المظبوط الاصح المطلوب. فبالتالي بدأ يتعمل ابحاث ان النون سترويدال يقل استخدامها على قد ما نقدر على قد ما نقدر، والايس استخدامه في الفتره الاولانيه برضو انا بستخدمه في الاول عشان يقلل الوجع ويقلل كميه البليدنج. بس وانس بدأ الالتهاب هو كده كده حصل خلاص، كلوتنج يعني الدم خلاص النسف وقف خلاص، هو انا بستخدمه في الفتره الاولانيه عشان اقلل النسف، بس ما بعد كده لا، لازم ادي بقى فترة الالتهاب الاولي فترتها، لازم فترتها. ليه بقى؟ لان هو ممكن يأثر لي على حاجات كتير، ان هو التلج نفسه ممكن نسبة الوعاء يقلل الدم اللي موجود، فبالتالي ما يحصلش فاسكولاريزيشن كويس، ما يحصلش الدم يجي بشكل هنا بشكل كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين ده، وخصوصا لو استخدامه يعني التلج بعد فترة الالتهاب الاولي، بيأثر على شكل على الخلايا اللي بتيجي، ممكن ما تجيش بشكل كافي ان هي تحاول تبدأ عملية بناء العضلات من اول وجديد، فتلاقي دايما ان النسيج اللي بيتكون ضعيف وفرصة انه يحصل recurrent injury. طبعا لسه في evidence based ولسه في ابحاث كبيرة علشان تأكيد الموضوع، بس طالما وانس ان هي بدأت تتحط في guidelines يبقى هي الموضوع اثبت عكس كده. هو الاستخدام ما ينفعش اوفر استخدام الموضوع، استخدمه في موضوع الصح علشان الدنيا عشان الإصابة تعدي بشكل مظبوط. Injuries like ankle sprains or muscle strains will likely affect us all at some point in our لايف. هحاول ما اقفش الفيديو تاني. When they do happen, what should you do? يعني كل حاجة People will often apply ice, take anti-inflammatories, and stop doing activity for a few days or weeks, hoping for optimal recovery. But is that really the best approach? Past approaches to managing injuries have used acronyms called ICE, RICE, PRICE, and POLICE, but they only addressed short-term care. Introducing Peace and Love,
a new acronym to guide you in rehabilitating injuries. The PEACE acronym is for immediate care after injury. P is for protect. Unload or restrict movement for 1 to 3 days to avoid aggravating the injury. Protect a little bit longer in case of a more severe injury. E is for elevate. Elevate the limb higher than the heart to help with swelling. Despite weak scientific evidence supporting its use, elevation is safe and potentially useful. A is for avoid anti-inflammatory modalities. Inflammation is the first step in recovering from injuries. Blocking these important mechanisms may be detrimental to long-term healing. Most people are convinced they should apply ice. However, icing is not backed up by research. Ice can help with pain, but could potentially lead to impaired recovery in ligaments and tendons. C is for compress. Taping or bandages can help with swelling and bleeding. According to research, compression after an ankle sprain can help with quality of life. E is for educate. Therapists should educate patients on a personalized active recovery instead of passive modalities such as ultrasound, manual therapy, or acupuncture. Avoid overtreatment. Set realistic expectations about recovery times instead of chasing the magic cure. LOVE is the acronym for starting rehab, generally a few days after injury. L is for load. Put more weight on the injured body part and resume normal activities as soon as symptoms allow. Loading without exacerbating pain builds strength in injured tendons, muscles, and ligaments. O is for optimism. Negative emotions after an injury can sometimes explain symptoms more than the actual severity of the injury. While staying realistic, be optimistic about your recovery. V is for vascularization. Pain-free aerobic activity should be started soon after injury to boost motivation and increase blood flow to the injured structures. Cardiovascular exercise improves physical function and reduces the need for pain medication. E is for exercise. Restore mobility and strength to reduce your chances of re-injury. Don't push through pain and let your body guide your progression to harder exercises. Recovery times vary according to the severity of the injury. Trust your body and listen to it. To get personalized. تمام، ده كان الـ principle اللي هو peace and love. زي ما انتم شايفين بيتكلم بشكل عام، حتى بيقول لك ابدأ حط لودنج على العيان طالما هو pain free، حتى بعد ما تعدي فترة اللي هو الفيو دايز اللي في الاول. مش فكرة حلوة ان انا اريح العيان خالص لحد ما يوجع يروح وبعد كده ابدأ علاجه. طبعا الدنيا دي انتهت، لازم ابدأ early mobility، ابدأ اشتغل exercise. ده هيحسن نوع العلاج وهيحسن نوع الاستشفاء اللي حصل من الاصابة نفسها. الدنيا هتتغير كتير. التريتمنت في اول فيو دايز اللي هو اول 24 ساعه ل 72 ساعه لفتره التهاب الاول اللي بنعمل فيها البروتكشن، اهم حاجه ان انا بعمل حاجه اسمها شورت بيريود اوف موبلايزيشن. الموبلايزيشن اللي هو بقلل الحركه فيها خلاص، عن طريق ان انا بستخدم كروتش، بسمح بحركه بس قليله جدا. ده ليه بقى؟ لان الشورت بيريود مش لونج بيريود. الشورت بيريود بتمنع حدوث السكار تيشو اللي هي التليفات اللي بتحصل. لما بتطول التليفات بتزيد، فانا كل ما بقلل الايموبلايزيشن اللي هو عدم الحركه، كل ما اخليه فتره قليله هقلل فكره ان حدوث الفتره الاولانيه بتاعه السكار تيشو. زي ما قلت كده ان كل ما كانت فترة عدم التحريك تبقى قليلة، كل ما بقلل الاكسسيف فورميشن بتاع التليفات اللي هي السكار تيشو. تمام، فبالتالي طبعا كل ما السكار تيشو كان كبير، كل ده هيخلي الري رابشر او اعادة المزق تاني في نفس المكان كبيرة. طيب
لو على حسب حجم السيفيريتي بتاعت شدة الإصابة، كل ما كانت كبيرة كل ما أقدر أخلي العيان يمشي على كراتشز بس في الفترة الأولانية، في أول من 3 ل 7 أيام مش أكتر، وعلى حسب برضو حجم الإصابة علشان أبروتكت الجزء المصاب. طيب طبعا زي ما قلت إن الفترة ما ينفعش تطول أكتر من فيو دايز، اللي هي فترة الالتهاب الأولي، علشان أمنع إن هو يحصل نقص في حجم العضلة، الماسل أتروفي والسترينث يقل ويحصل اكسس فورميشن للسكار تيشو. طيب اهم حاجه ان احنا لازم نعمل ايرلي موبيلايزيشن. الايرلي موبيلايزيشن ده بيبدا بعد فيو دايز على طول، بيبدا بعد ايام بسيطه من الاصابه في الاول. تمام. ده بيحصل هاز باست وزود فيرذر كومبليكيشن اند ريكفري سيمز تو بي بروجريسنج. يبقى كل ما ببدأ التحريك بدري بدون ألم أو بين فري، ده يخلي الكومبليكيشنز أو المشاكل اللي بتحصل من نتيجة الإصابة تبقى قليلة، والريهابليتيشن أو تأهيل العيان يبقى بشكل إيه؟ بشكل منتظم يعني، وماشي ببروجريشن من غير أي عطل في العلاج. In comparison to immobilization, immobilization induce significant historical change. زي ما قلت طبعا ان الايه، ان الحركه بدري بتزود الدوره الدمويه في المكان، وتخلي التايبس بتاع الريجنريشن بتاع الفايبرز نفسها احسن، وتبقى بارلل، لان السكار لما بيتجمع او الماسل فايبر اللي بتتكون بتبقى كروس لينكد. كل ما اخلي فيه ايرلي موبيليتي اخليها بارلل، وما تعمليش عقد كده ومشاكل ويحصل ري انجري في المكان ده تاني. طيب التقويات بتاعتنا لما ابدا، اول ببداها جريدز بمراحل، ما ينفعش ابدا باخر حاجه، لازم ابدا ايزومتريك اكسرسايز، اللي هو ان بيحصل انقباض للعضله في شكل السكون، ان هو ما بيكونش فيه حركه في المفصل نفسه. بشد العضله من 2 ل 5 ايام بعد الفتره الاولانيه، ولازم تتعمل في حدود الوجع، يعني ما اخليش العيان يقعد دوس دوس على وجعك دوس على وجعك، لا لازم اشتغل بين فري او ليميتس اوف بين، يعني بدايات الوجع مش اكتر من كده. تمام. طبعا الانتنستي والديوريشن بتاع التمرين بيتحدد على حسب الوجع بتاع العيان، وكل ما ببدأ بدري كل ما وجع العيان بيتحسن، فبالتالي هلاقي اداء التمرين بيتحسن بشكل اسرع. طبعا بستخدمها في هيئة ريبيتيشنز. الريبيتيشنز بعمل ايه، 3 سيتس في 10 ريبيتيشن، 3 مجموعات في 10 تكرارات، وبستخدم في كل عدة بعمل من 5 ل 10 سكند هولد. وده بيبقى برضو زي ما قلنا ان هم متفقين على ايه، على حسب الالم بتاع العيان نفسه. طبعا الايزومتريك الثبات لازم يتعمل على مستوى الانجلز. ليه؟ لان انا لو شغال ثبات بس هنا، بس هبدا اشغل الالياف العضليه المسؤوله عن هنا، لازم اشتغل في كذا انجل بس بثبات من غير حركه، يعني اثبت هنا كده اخلي العضله تشد وتريح، اشد واريح. ليه؟ علشان خلي كل الالياف العضليه تشتغل. بس دايما في التاهيل بتاعنا لما باجي ابدا بالميد رينج، يعني ما ابداش والمفصل مفتوح للاخر ولا هو مقفول. الميد رينج بتبقى اللودز اللي طالعه من العضله قليله وما اذيش المكان اللي فيه الاصابه، وده بدايه العلاج بتاعنا. ببدا من الميد رينج، بعد كده اشتغل والمفصل قصير، واخر حاجه اشتغل عليها والمفصل في وضع مفتوح او العضله في شكل اطاله. طبعا زي ما اتفقنا ان التقويات تبقى بين فري، تتعمل بشكل خالي من الالم، مفيش الم خالص. وانس ان الايزومتريك، ان هو الايزومتريك نفسه اللي هو الثبات بدا يتحسن وخلاص العيان ما بقاش موجوع منه، ممكن ابدا بقى اعمل تقويات للعضله، اعمل تقويه للعضله بشكل حركي ايزوتونيك، سواء بقى كونسنتريك او اكسنتريك، والعضله بتقصر او العضله بتطول. طبعا الدايناميك موفمنت والايزوتونيك كونتراكشن then incorporated again starting in the strongest position. يعني ببدا دايما في الميد رينج، اول حاجه كلوز تو 90 درجه في المفصل ده، او حتى في الدايناميك بمشي فيه بنفس سيستم الايزومتريك اللي هو الثبات. الحركه بقى بشتغلها بنفس السيستم، ببدا بالسترونج بوزيشن اللي انا بشتغل في الميد رينج، بعد كده ببروجريس لحد ما اشتغل في الوضع اللي العضله بيحصل فيه اطاله، لان ده اقصى حمل بيطلع من العضله، فعلشان ما اذيش الجزء العضلي اللي حصل له تمزق، فبالتالي لازم اشتغل اخر حاجه الاكسنتريك كونتراكشن. تمام.
طبعا اهم حاجه من الحاجات المستخدمه في اي اصابه لازم احسن الكارديو فاسكولار فيتنس. ليه؟ لان العضلات اللي تايب 1 ماسل فايبر مع قله الاستخدام بيحصل لها اتروفي، حجمها بيقل، فبالتالي بتضعف اكتر وبالتالي ادائها بيقل. طبعا انا لما بستخدم الانديورنس بيست بروجرام اللي هو مثلا عيان عنده اصابه في اللور ليمب، اخليه يشتغل مثلا سويمنج في البول، مثلا يعمل حاجات كارديو فاسكولار، اخليه يشتغل بايسكل بس بايديه، احسن الكارديو فاسكولار، اخلي الدوره الدمويه ماشيه في الجسم بشكل منتظم. ده هيخلي الدوره الدمويه توصل للمكان المصاب بشكل منتظم، والريكفري اللي يحصل للاصابه يحصل بشكل منتظم. دايما الانديورنس بيست بروجرام ببداه في شكل 3 مجموعات في 15 عده بحمل قد ايه؟ من 40 ل 60% من 1 ريبيتيشن ماكسيموم، يعني المجهود اللي بعمله في المقاومه اللي بعملها في التمرين ما تعديش ال 60%، ويفضل تفضل 50% و40%. ده الانديورنس بيست بروجرام. طيب بعد كده بخش على السترينث، على التقويات. ده تقسيم للبروجريشن او زياده التواب بالشكل ده. السترينث بعد كده بشتغله من 4 سيتس 4 مجموعات مثلا، في من 3 ل 6 ريبيتيشن، بس بشتغله من 85 ل 95% من 1 ريبيتيشن ماكسيموم. واخر حاجه بشتغلها الباور تريننج، اللي هو بشتغلها من 3 ل 5 مجموعات في 3 ل 5 تكرارات، وده بشتغله من 75 ل 85%. وبعد كده بنشتغل او بشتغل البلايومتريكس، ودي من دايما من الحاجات الليتر اون، الحاجات اللي موجوده في التاهيل في الاخر خالص. طيب الاسترتشنج اكسرسايز والديبيت عليها، لو واحد ممزوق اعمل استرتش ولا ما اعملش استرتش في الاول. دايما احاول افويد الباسيف استرتش على العضله في اول 72 ساعه، تمام؟ وممكن افضل واز بوسيبل برضو ان انا اخلي ما العيان اللعيب ما يعملش الاسترتش لمدة من 7 ل 10 ايام بعد الاصابة. طيب ليه بقى؟ فيرستلي في الاول ان الهيلينج تيشو اللي هو النسيج اللي بتاع الالتئام بيبقى ضعيف وما بيستحملش التنسايل لود، اي لودز تقع عليه، فبالتالي اي فيجرس استرتش عنيف على العضلة هيقطعه او هيبوظ التيشو ده وهيخليه يخش في سايكل تاني وتلاقي العيان موجوع زي الاول وتبدأ من اول معاه تاني. طبعا ده مش سهل ويخلي اللعيب عرضة ان المزق ده ما يلمش بشكل كويس ويحصل مشاكل. وتاني سبب ان هو ان السكار ما بيتكونش في الاول، يعني the second reason is there is no physiological need، ما بحتاجش ان انا اعمل stretch بدري قوي، وخصوصا في الفيو اورز اللي في الاول لحد او اول فيو دايز اول 3 ايام. ليه؟ السكار تيشو ده هو عنده قابليه اللي هو ينقبض يكش على بعضه، فانا في البدايه في اول اللي هم ال7 ايام السكار تيشو ما بيبداش لسه يكش، بيفضل لسه، علشان كده ببدا الاسترتش ممكن من اسبوع ل10 ايام بعد الاصابه، من اسبوع ل10 ايام ابدا اعمل استرتشنج وبين فري، يعني عند بدايه الوجع ما اعملش فيجرس استرتش، ولازم يبقى كنترول والعيان يتعلم انه يعمله كنترول ما يدوس على نفسه. خلاص خلاص، ده انا قلنا ان هو ايه قبل كده ما ينفعش نعمل، ولو هتعمل بتعمل بين فري رينج اوف موشن من غير ما تعمل اي ضغط على مكان المزق، تمام؟ الاسترتش بيخلص عند بدايه حد الالم بتاع العيان علشان ما ناذيش المكان. طبعا التايم والفريكونسي والديوريشن بالنسبه للاسترتشنج كان في ديبيت عليه في الليتريتشر، بس ممكن نستخدمه في كل مره بيتعمل من 3 ل 4 مرات في اليوم، او مينيمم 15 ثانيه، مينيمم في كل عده بعمل 15 ثانيه مع 6 عدات في اليوم. يعني مثلا انا نخليهم نبسطهم بشكل احسن شويه، ان ممكن نخلي نعمل مثلا 3 مرات في كل مره، يعني هعمل السيشن بتاعت الاسترتش 3 مرات في اليوم، كل سيشن بعملها 3 ريبيتيشن، كل ريبيتيشن ما يقلش عن 15 ثانيه، ويفضل توصل لايه من 20 ل 30 ثانيه. طيب ايه الموداليتيز بتاعتنا كعلاج طبيعي في استخدام الالكتروثيرابي؟ طبعا من الحاجات الايفيدنس بيسد قويه اللو ليفر اللو ليفل ليزر ثيرابي. الليزر طبعا بيفضل استخدامه في الاكيوت فيزس وعلى مدار الريموديلنج وريبير، لانه بيبرموت بيحسن الالتئام ويحسن جوده الالتئام ويخليه سريع، تمام؟ ده من الحاجات الايفيدنس بيسد قوي. الثيرابيوتيك الترا ساوند الموجات الفوق صوتيه بنستخدمها، هي الايفكت بتاعها في الايفيدنس بيسد قليل، بس انا بستخدمها كميكانيكال فايبريشن، حاجه بتقلل الالتهاب وتقلل البين شويه، تمام؟ الاذر موداليتيز ممكن استخدم بقى الحاجات التانيه زي الالكترو، احاول اقلل البين، او نبدا نشتغل ماسل بامبنج اكشن
بالالكتروثيرابي، وده بيخلي في حاجه اسمها بامبنج اكشن، ان هو يصرف او يخلي الورم اللي موجود يبدا يمشي عن طريق بامبنج اكشن، ان هو العضله تشد تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط من غير لودز عاليه علشان يبدا يخلي الورم اللي موجود يبدا يمشي. طيب اخر حاجه هتكلم عليها السيرجيكال انترفينشن، في امتى العيان اللي بيجي له مزق محتاج انه يعمل تدخل جراحي. كذا حالة. أول حالة إنه يحصل تجمع دموي كبير جدا في العضلة وما بيتصرفش وما بيمشيش، ده يعمل مشاكل فيخلي العيان إنه عرضة إنه يخش يعمل تدخل جراحي. تاني حاجة إن العضلة كلها تبقى مقطوعة، أو اللي هو جريد 3، التمزق اللي في الدرجة الثالثة. تالت حاجة البارشال سترين اللي هو سكند ديجري، يعني ممكن المزق الدرجه الثانيه اللي بيوصل لحد 50% من العضله يعتبر لسه درجه ثانيه، بس ده يأثر على الفانكشن بتاع العضله والوظيفه بتاعتها، فبالتالي لازم يدخل تدخل جراحي علشان يبدأ يلم الموضوع بدري عشان ما يكونليش تليفات من بدري ويبدأ برنامجه العلاجي من بدري. طيب وطبعا لو تم العلاج بشكل خاطئ او حصل مشكله، في عيانين بيحصل ان التليفات تبدا تتكون عندهم بشكل كبير جدا وعنيف، تخلي فيه بقى وجع على طول وتاثر في المدى الحركي بتاع العضله، المدى الحركي للمفصل اللي العضله بتحركه يبدا يقل، فبالتالي تلاقي الحركه منقوصه، العضله مش قادره تحركها، فبالتالي كل ده يخلي كل ده بسبب التليفات، فبيخش ينظف التليفات دي ويبدا يعيد بناء الجزء اللي كان فيه التليفات دي كلها. طبعا الموضوع ده مش طبعا اي حد عنده تليف اقوم اعمله، لما الموضوع يقعد مطول معاه لمدة ست شهور، من 4 لـ6 شهور. طبعا قبل ما نختم، في برضو حاجات في السترين، حاجات ما انا ما ذكرتهاش ما حطيتهاش في السلايدز، زي مثلا النيو ايرا كده في العلاج، البلازما البليتلت ريتش بلازما انجكشن، ان هو بياخد عينة من العيان، عينة دم من العيان وبيفصلها وتتحقن في مكان المزق. هي لسه بيتعمل عليها ابحاث كتير، بس هي بروميسنج انها بتاكسلريت الهيلينج وبتساعد ان معاملات النمو اللي موجوده في المكان كتير، فتخلي تكون ريجنريشن ماسل فايبر بيبقى اعلى، فبالتالي بتحسن جوده المزق بعد ما يلم. ده كان من اخر الحاجات اللي يتم استخدامها. ارجو ان انا طبعا اكون في التكوب، حتى لو معلومه صغيره او لو الناس عندها المعلومه وبتجددها، والمهم عند الناس انها يبقى المعلومات عندها يعني حاضرة على طول في الدماغ علشان الناس تبقى فاهمة ايه اللي بيحصل. ونحاول كل وقت ان شاء الله نبقى في لقاءات اخرى، اي جديد في الطب، اي حاجة ليها علاقة بالعلاج نحاول نبسطه للناس ونفهمه لهم علشان نحسن جودة الباسكت بول، نحاول نحسن استخدام العلاج بتاعنا في الاصابات، ولازم يبقى يعني تفكيرنا مختلف شوية في علاجات الإصابات، وخصوصا الإصابات العضلية. أتمنى الناس تكون استفادت، وألف شكر لاستماعكم ليه.